مساء الخير واهلا بحضراتكم. حلقه جديده من 90 دقيقه عندنا النهارده فيها مجموعه مختلفه ومتنوعه من الموضوعات. اولا كنا بنحتفي طبعا مع حضراتكم باليوم العالمي للاذاعه يوم 13 فبراير، وهو الذكرى اللي بتوافق اطلاق الاذاعه الخاصه بالامم المتحده. لكن طبعا كتير من الاذاعيين المصريين كانوا بيحتفلوا، وكتير من الإعلاميين، وكلنا المفروض نحتفل بهذا اليوم تكريما للإذاعة المصرية اللي تقريبا بيعدي 90 سنة على إنشائها منذ عام 1934، وهي واحدة من أقدم وأهم الإذاعات في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط والعالم، من الأقدم طبعا والأكثر كمان انتشارا منذ انطلاقها ربما في العالم كله. الإذاعة المصرية ولدت عملاقة وستظل أيضا عملاقة، وبالتالي احنا النهاردة حبينا ان احنا نحتفي معاكم بالإذاعة المصرية وباليوم العالمي للإذاعة اللي كان من يومين تقريبا، من خلال بقى فقرة نعود بيها لذكريات الماضي. وواحد من أهم البرامج الإذاعية في تاريخ مصر، وربما كانت كمان من الأكثر انتشارا والأكثر طولا من حيث مدة العرض، لأنه ما زال بيقدم حتى الآن. مش بس كده، لكن هذا البرنامج يتميز بأنه طبعا قدم واحد من عمالقة الإذاعة المصرية، وهو الأستاذ عبده دياب، وأيضا استمر في تقديمه أبنائه من بعده. نتكلم على الأستاذ عمرو عبده دياب، وأيضا أخوه المخرج الإذاعي كمان المعروف الأستاذ طارق عبده دياب. وإحنا هنا بنتكلم عن عائلة دياب وبرنامج أغرب القضايا. برنامج أغرب القضايا هو أقدم برنامج مهتم بالجريمة وبالوقائع البوليسية في مصر تقريبا، وبنتكلم يعني عن مدة طويلة قد تفوق أي برنامج آخر في العرض. بنتكلم كمان عن برنامج شارك فيه معظم نجوم مصر وعمالقتها، يعني في عندنا حلقات كانت بيشارك فيها سميحة أيوب ويحيى شاهين والضفراوي وأمينة رزق، ويعني معظم النجوم الكبار ويحيى شاهين، معظم عمالقة هذا العصر شاركوا في برنامج أغرب القضايا في حلقات إذاعية كان بينتظرها المصريون كل يوم ثلاث. واستمر كمان تقديم البرنامج طبعا مع رحيل الكبير عبده دياب، وابنه طبعا تمنى استكمال المشوار الكبير، وعشان كده النهارده هو هيكون ضيفنا نحيي ذكرى الفنان والاذاعي الكبير الاستاذ عبده دياب، ونتذكر ذكريات جميله من تاريخ الاذاعه المصريه. ده النهارده موضوعنا الرئيسي وبرنامج اغرب القضايا وقراءه في ذاكره الاذاعه المصريه. كمان هيكون عندنا فقرة خاصة، واحنا طبعا كنا معاكم في تغطية مكثفة بدأت طبعا من مع بداية انطلاق القمة العالمية للحكومات ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها في دبي في دولة الإمارات الشقيقة. وعلى مدار الأيام الماضية كانت زميلتي العزيزة هبة جلال بتقدم رسائل خاصة من دولة الإمارات الشقيقة ولقاء مع كبار الشخصيات المشاركة في القمة العالمية للحكومات. النهاردة كمان هيبقى معنا فقرة من دبي بتقدمها زميلتي هبة جلال، ولقاء خاص مع الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي. ده فيما يتعلق بفقراتنا، لكن أخبرنا النهاردة كمان متنوعة ومختلفة، وبانوراما من السياسة للاقتصاد للاجتماع للثقافة، كلها كمان مواضيع لطيفة جدا. هنحيي مع حضراتكم 47 سنة على المبتهل الأعظم النقشبندي، وكمان هنحيي ذكرى واحد من أهم فنانينا وأكثرهم اختلافا، الفنان الكبير الراحل طلعت زين. وعندنا كمان مجموعة من الأخبار المتعلقة برئاسة الجمهورية، وهي بدايتنا النهاردة لأنه أيضا هناك اجتماعات مهمة على صعيد القارة الإفريقية. ويمكن هنبدأ مع حضراتكم من مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة عبر تقنية الفيديو كونفرنس في أعمال الدورة 40 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي النيباد. النيباد هي الذراع التنموي للاتحاد الإفريقي،
وبتضم اللجنه دي يعني رؤساء دول وحكومات ل 33 دوله، وبتمثل كمان المحفل السياسي المفوض بمتابعه تنفيذ اهداف النيباد، واللي هي المجالات التنمويه كافه في مجالات الزراعه والامن الغذائي واداره الموارد الطبيعيه، التكامل الاقليمي، تنميه الموارد البشريه، الحوكمه الاقتصاديه، تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، كلها الحقيقه فروع مهمه ومشاريع للشراكه مع بقية دول الاتحاد الإفريقي. المستشار أحمد فهمي النهاردة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إنه الاجتماع ده شهد تسلم مصر لرئاسة اللجنة التوجيهية لنيباد من الرئيس الرواندي بول كاجامي، وده بإجماع أعضاء اللجنة لدعم الترشح المصري، ومن المقرر كمان أن تمتد رئاسة لجنة مصر لسنتين. وطبعا دي لجنة في منتهى الأهمية بالذات في هذا التوقيت اللي بنشهد فيه كمان تطورات اقتصادية متسارعة على الصعيد العالمي، وربما تكون القارة الإفريقية هي الأكثر تأثرا مما يحدث في العالم. فالنهاردة مصر ترأست رئاسة هذه اللجنة من الرئيس الرواندي بول كاجامي، والراجل ده عايزين نبقى نتكلم عليه يمكن في مرة لاحقة أو يعني لما تيجي مناسبة أخرى، لأنه أيضا لديه تجربة خاصة وقوية للنهوض بدولة رواندا من المذابح إلى نهضة وتنمية يعني كبيرة، وواحد من أكثر الدول أمنا في القارة الإفريقية، وده لحديث آخر. أيضا النهاردة ومن خلال استعراض الرئيس السيسي وبعد تسلمه كمان لمهام العمل الجديد اللي مصر هتكون أيضا في طليعة الدول في التنسيق اقتصاديا فيما يتعلق بمجالات التنمية المختلفة، والحقيقة هنا أشار السيد الرئيس لمجموعة من التحديات اللي ربما أيضا بتواجه مصر والدول الأفريقية بشكل عام، وأيضا بعض التحديات الخاصة بالقارة. يعني طبعا الرئيس أشار بشكل واضح إلى أهمية أنه يتم تكثيف حشد الموارد المالية المختلفة في هذه يعني الفترة الصعبة واللي فيها تحديات اقتصادية كبيرة، عشان يتم تخصيصها لتطوير البنية التحتية ومراعاة أجندة النهوض بأفريقيا أو أجندة التنمية الأفريقية 2063، وتعميق بقى فكرة الربط مثلا سواء فيما يتعلق بالربط الملاحي ببحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط مثلا، طريق القاهرة كيب تاون، كل المشروعات اللي ممكن تكون فيها سبيل للتنمية المشتركة وشراكة اقتصادية حقيقية مع القارة. دي نقطة. النقطة الثانية، أشار السيد الرئيس إلى التركيز وضرورة التركيز كلنا كقارة أفريقية على التحول للصناعة بشكل أساسي، خاصة طبعا بعد ما كشفت الأزمة الروسية الأوكرانية عن العيوب والخلل في اقتصادات الدول الأفريقية اللي معظمها لا يصنع، وكمان خطورة توقف سلاسل الإمداد أو تغير الأسعار وما إلى ذلك من تداعيات الأوضاع اللي شفناها بعد كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. كمان السيد الرئيس أشار إلى ضرورة والسرعة في تحقيق المستهدف من اتفاقية التجارة الحرة القارية واستكمال كل ما يتعلق بقى ببنيتها التشريعية والعملية، وأنه دي هيكون ليها دور كمان كبير في دعم الفئات المهمشة أو الفئات الضعيفة وخاصة قطاعات الشباب والمرأة. كمان قال أنه ضرورة السيد الرئيس كمان أن احنا نشارك في أعمال التنمية ما بيننا وبين بعض وبشكل يعني أكثر من ذي قبل، ويمكن أشار لتجربة مصر في مساعدة الدول الإفريقية في كتير من مجالات البنية التحتية، وعندنا على سبيل المثال مساعدة مصر لدولة تنزانيا الشقيقة والصديقة في إنشاء سد جوليوس نيريري اللي احتفلنا أيضا بإطلاقه مؤخرا طبعا في احتفالية كبيرة كنا عرضناها لحضراتكم هنا في قناة المحور. خامسا كمان، ودي نقطة مهمة، السيد الرئيس بيدعو إلى التنسيق مع الشركاء الدوليين ومع جهات التمويل المختلفة عشان نقدر نسد الفجوات التمويلية في مشروعات القارة وتقليل فوائد الديون وأعباء الديون، خاصة أن الدول الأفريقية هي الأكثر دينا والأكثر تضررا بسبب طبعا تفاقم الفجوات التمويلية وما حدث نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
ده يعني بشكل كده ايه مبسط ومركز لأهم النقاط اللي تحدث فيها السيد الرئيس في اجتماعه النهاردة أثناء تسلم مصر رئاسة النيباد وهي الذراع التنموي للاتحاد الإفريقي، تسلم مصر من دولة رواندا. ده أيضا خبر مهم على صعيد القارة الإفريقية. لسه مع حضراتكم أيضا في العلاقات المصرية الإفريقية، والنهاردة كمان استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد موسيس كوريا المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، واللي بدوره قام بتسليم رسالة خطية للرئيس من الرئيس الكيني ويليام روتو، وتضمنت هذه الرسالة الإشادة بتميز العلاقات المصرية الكينية والروابط اللي بتجمع طبعا بين البلدين الشقيقين، وتطلع كينيا لمواصلة تدعيم علاقتها مع مصر على كافة الأصعدة. وكمان كان في نقاط مهمة، طلب أيضا تقديم مصر دعمها للمساعي الكينية عشان يتم تفعيل اتفاق التجارة الحرة القارية بين التجمعات الاقتصادية الأكبر في القارة اللي هي الكوميسا وشرق إفريقيا وجنوب إفريقيا، خاصة أنه مصر من أوائل الدول اللي صدقت على الكوميسا وغيرها من المشروعات الإطارية الإفريقية. خلونا نشوف تفاصيل أكتر عن هذا اللقاء في التقرير القادم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد موسيس كياريا المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، الذي قام بتسليم رسالة خطية للسيد الرئيس من الرئيس الكيني ويليام روتو، تضمنت الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة. أوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرسالة تضمنت طلب تقديم مصر دعمها للمساعي الكينية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة الكوميسا، شرق إفريقيا، جنوب إفريقيا، لا سيما في ضوء أن إطلاق الاتفاقية تم بشرم الشيخ عام 2015، كما أن مصر من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية، وكذا رئاسة مصر الحالية لتجمع الكوميسا. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد التطلع المتبادل لتدعيم العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، كما أكد سيادته الدعم الكامل لمسعى الرئيس الكيني فيما يتعلق بجهود تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الثلاثية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الدول الإفريقية وزيادة معدل التكامل الاقتصادي بينها. حضراتكم مرة تانية، الحقيقة أنا بحب جدا الموضوعات العلمية وخاصة المتعلقة بالفضاء واكتشاف الكواكب والعالم الخارجي، كل الحاجات دي لأنها بتبقى دايما فرصة للتأمل، التأمل في كل شيء. والحقيقة احنا النهاردة قدام خبر يدعونا للتأمل ويدعونا للتوقف ويدعونا للدراسة ويدعونا للتحليل. والخبر ايه؟ الخبر زي ما انتشر على طبعا كل وكالات الأنباء العالمية وبدأت الناس تهتم بيه بشكل خاص على السوشيال ميديا، وإن كان طبعا احنا من عادتنا دايما يعني اعطاء بقى ايه دلالات في غير محلها او معلومات في غير محلها او احيانا المبالغات برضو غير الدقيقة، بالذات لما يكون الموضوع متعلق بأحداث علمية. الموضوع باختصار ايه؟ انه من كام يوم مرصد الديناميكيات المتعلقة بالطاقة الشمسية والتابع لوكالة ناسا عن طريق التلسكوب بقى الجديد اللي احنا كنا عرضنا مع حضراتكم الصور العظيمة الكونية الغير مسبوقة اللي شفناها السنة اللي فاتت، تلسكوب جيمس ويب واللي ابرز طبعا قد ايه هذا الكون فسيح وجبار ومليء بالمجرات والنجوم في كل مكان. المهم انه العلماء شافوا من خلال تلسكوب جيمس ويب ومن خلال المرصد المتعلق بديناميكيات الطاقة الشمسية انه بيقولوا، ومش عارف اللفظ دقيق ولا لا، جزء من الشمس انفصل عنها وعمل شكل دوامة فوق القطب الشمالي
للشمس مش الأرض، عمل ده فوق القطب الشمالي للشمس، وانه استطاعوا من خلال بقى التلسكوبات الدقيقه ان هم يشوفوا المواد المختلفه من خيوط البلازما الشمسيه وهي بتندلع فوق الشمس، وعملت طبعا ما يشبه بكره نار عملاقه في لقطات رائعه طبعا نشروها عدد كبير من العلماء المهتمين بطبعا الفيزياء الفلكيه وبابحاث الفضاء والمراصد حول العالم. وبيقولوا انه ما فيش شيء مماثل شافوه قبل كده لهذه الظاهره، وانه دي بتحتاج لدراسه وتحليل عميق عشان نعرف ايه اللي بيحدث في الشمس. لكن هل هو فعلا انفصل جزء من الشمس عنها ولا ايه؟ يعني برضو الناس بتقول لا دي قد تكون معلومه مش دقيقه، هو ممكن يكون الفليرز او التوهج اللي بنشوفه نتيجه تغير المجال المغناطيسي للشمس، وده أثر على قطبها الشمالي وسيناريوهات مختلفة. طب هل ده يأثر علينا في كوكب الأرض؟ خاصة بقى أن طبعا الناس دلوقتي لما بتسمع أي حاجة ليها علاقة بالأحداث الكونية، طبعا احنا شفنا كورونا وشفنا زلازل جبارة، ودلوقتي بيقول لك الشمس جزء منها هينفصل، فالناس بتقول لك هو احنا ايه هنموت قريب ولا ايه؟ طبعا بيضحكوا بيهزروا يعني، لكن هو كموضوع علمي يحتاج مننا ان احنا نتوقف عنه بالتدقيق والتحليل ومعرفة المعلومات الصحيحة والمنضبطة مش من السوشيال ميديا وبعيدا عن الفتي. فاحنا النهاردة معنا الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والخبير طبعا والعالم الكبير اللي دايما بيشرفنا الحقيقة، وبنروح معاه للظواهر دي عشان ناخد المعلومات بشكل علمي مش بشكل الفتي أو الهراء اللي بنعمله على السوشيال ميديا. فأهلا بيك يا دكتور منورنا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. لو ممكن بس تقفلوا عليا الصوت اكون شاكر فضلك. الدكتور طبعا حضرتك اكيد سمعت عن ما يتعلق طبعا بانفصال جزء من الشمس والخبر اللي تم تناوله في كل وسائل الاعلام وكل وكالات الانباء وعلى كل السوشيال ميديا انه الشمس انفصل جزء منها. انا هتوقف معاك عند دقه هذا المصطلح لان انا حاسه مش دقيق، هل فعلا انفصل جزء من الشمس عنها ولا لا؟ بالظبط زي ما حضرتك قلت كده، حاليا يعني في نوع من او حاله من الهياج على وسائل السوشيال ميديا، وحاجات كثيره بتتحط في نصابها الغير صحيح. الهدف ان احنا نعمل ترندات ونعمل شو، للاسف من واقع يعني انا كنت بعتبرها مواقع اعلاميه محترمه. التقرير والأرصاد والبيانات اللي بتتكلم على النشاط الشمسي، الموضوع ما فيش فيه يعني حاجة يعني فريدة من نوعها ولا حاجة غريبة. احنا يمكن وضحنا أكثر من كده ان الشمس، وبالمناسبة ما فيش قطب شمالي ولا قطب جنوبي للشمس لأن الشمس دايرة، فالأقطاب دي للحاجات الغير دايرة البيضاوية. فاحنا عندنا الشمس لها نشاط شمسي ممثل في بقع شمسية، انفجارات أكاليل شمسية، في براكين زي البراكين اللي على الأرض، وعواصف كهرومغناطيسية. نتيجة لأن هو الشمس دي عاملة زي المفاعل النووي الكبير، صح؟ انفجارات على طول. ده فكرة المفاعلات النووية متاخدة من الشمس طبعًا، اللي هي انشطارات هيدروجينية عالية. تمام. اللي بيحدث في دورات النشاط الشمسي وتم تصنيفها في فترة زمنية متوسطة 11 سنة. احنا حاليا في العام الثالث من الدورة الشمسية رقم 25. طبعا 25 مش بداية الشمس، لا بداية ما احنا العصر الحديث بدأنا نرصد النشاط الشمسي ده ونصنفه. فاحنا يعني زي ما بقول لحضرتك احنا في العام الثالث. معلش يعني الدورة الشمسية دي لو سهلناها على الناس كده، يعني ايه دورة شمسية؟ دورة للنشاط الشمسي بتبدأ متوسطة 11 سنة. في اول او بداية الدورة بيكون نشاط الشمس هادي، بقع الشمسية قليلة، الانفجارات الشمسية قليلة، العواصف الكهرومغناطية قليلة، الشمس قليلة، بعد كده يزداد تدريجيا لحد ما يوصل للعام الخامس او السادس اللي هو منتصف عمر الدورة الشمسية، ويرجع يقل تدريجيا لحد نهايتها. في دورات شمسية بتكون شديدة فيها نشاط كتير، وفي دورات بتكون هادئة تماما زي الدورة الأخيرة. الدورة الحالية اللي احنا فيها لا يعني حتى الآن ما فيش فيها نشاط كبير،
نشاطها ما زال لا، ولا يكون فيها نشاط كبير بقى، ما هو ده اللي ناقص يا دكتور جاد بعد لا لا اطلاقا الكورونا نشاط والبراكين، ملوش وحاسين احنا خلاص هننتهي. لا لا ملوش علاقة تماما بهذا انا بهزر، انا بهزر والله. انا متأكد ان حضرتك بتهزر، لانه للاسف في بعض المواطنين بيسمعوا الكلام ده طبعا بياخدوها بجد. بياخدوه انا محمل لا، انا الكذب قلت، انت عارف حضرتك انا بحب اكون دقيق وبيصدقوا. معاك في المعلومات. ربنا يخليك. فالنشاط الشمس ده تأثيره على الأرض يوم ما القصة بتكون كبيرة إيه؟ يعني بيطلعنا من حين وآخر، والحقوا يا جماعة ده عاصفة كهرومغناطيسية والإنترنت اتقطع، والكلام ده مش صحيح لا قدر الله. أو في حالة إن القصة دي بتكون شديدة دكتور جاد، دكتور جاد، دو دو هنجيبه تاني، بس هو موضوع انترستينج او موضوع مهم، والدكتور جاد بيشرح لنا. هو هي مش فكره انفصال شمسي، ده اللي فهمناه لغايه دلوقتي، هو تغير في طبيعه النشاط نتيجه انه يعني كل عدد معين من السنين بيبقى فيه دوره شمسيه. الدوره الشمسيه دي بتبدا هادئه، ثم تزداد البقع والعواصف الكهرومغناطيسيه والانفجارات النوويه، وبالتالي بتزداد الشمس تألقا وتوهجا، يعني وفق طبعا العلماء الفلك والمتخصصين زي دكتور جاد. ما قرأناه برضو على مواقع يعني العلمية المتخصصة، ده ملوش تأثير كبير على كوكب الأرض، لأنه كمان يعني كما فهمت، وبرضو هنسأل الدكتور جاد، أنه ده حدث في نورث بول أو في القطب الشمالي للشمس، وبالتالي ملوش تأثير كبير علينا، لكن تظل الظاهرة نفسها محيرة. هل هي كانت بتحدث قبل كده واحنا ما رصدناهاش، ولا مع تعاظم بقى إمكانياتنا واستخدام التلسكوبات العملاقة والاستثنائية زي جيمس ويب وغيره، قدرنا نشوف نقاط جديدة متعلقة بهذا النجم، وهو سر الحياة في مش بس في يعني. طيب دكتور جاد، رجع لنا مرة تانية، و لا فيش مشكلة. المكالمة قطعت. حضرتك كنت بتتكلم عن الدورة الشمسية، وكل 11 سنة تقريبا بيحصل تغير في هذا النشاط الشمسي. الدورة اللي احنا فيها دي حضرتك قلت ان هي كانت بادية هادئة، وما زالت ما فيش فيها نشاط حاجة يعني خارجة عن السياق. لكن خليني اقول لحضرتك، احيانا بننتشر على مواقع التواصل لما بنلاقي موقع من مواقع تابعة لناسا او معهد علمي يقول يا جماعة في بقعة شمسية وفي عاصفة كهرومغناطيسية، الدنيا بتقوم عندنا تقريبا في المنطقة العربية وما بتقعدش تاني، والإنترنت هتقطع، الكلام ده ما بيحصلش. على أسوأ تقدير لو حصل، معلش الحتة دي مهمة، لأن هم بيقولوا إن العواصف الشمسية دي وكده ممكن تأثر على أنظمة الإنترنت والجي بي إس القصة والساتلايتس دي يا وكده. فندم يوم ما بتحدث لا قدر الله، وكانت العاصفة بتوصل لأقصى درجة اللي هي 5، بتأثر على المنطقة العربية الشمالية أو تحديدا شمال خط عرض 40. إذا هي بعيدة تقريبا المنطقة القطبية وما حولها بعيدة لحد ما عن الحياة اللي احنا أو المنطقة اللي احنا نحيا فيها، اللي عاملين قلق ورعب لنفسنا على مواقع التواصل. في بعض المرات، ودي يمكن في عشرينيات القرن الماضي، كان حصل بعض الحوادث، يمكن مرة في سيبيريا ومرة في شمال كندا، لكن مش بالحوادث الضخمة ولا تقطعت الإنترنت ولا القصة دي. يمكن يكون في خطورة على برامج الفضاء، ولذلك مؤخرا مع تطور العلم والتكنولوجي وبرامج الفضاء أصبح هناك مجال يسمى دراسة الطقس الفضائي أو السبيس ويذر، الطقس خارج الأرض وتأثيره على البرامج الفضائية إلى آخره. نرجع لأن في عالمة شهيرة كمان قالت، وهي متخصصة في علم الطقس الفضائي، دي هي اللي قالت كمان وفجرت الموضوع، قالت إنه المناظر اللي احنا شفناها دي جديدة. إلى أي مدى حضرتك برضو بتشوف ده؟ يعني هو بيقولوا إنه المنظر اللي احنا شاهدناه ده ما شفناهوش قبل كده. خليني أقول لحضرتك، هو كون إن في منظر ما شفناهوش قبل كده أو ما اترصدش قبل كده، ده مش معناه إنه مش موجود. ممكن يكون بيحدث، لكن نتيجة تطور بالظبط. التلسكوبات بقى جيمس ويب والمراصد بتاعتنا بدأنا ده نشوف حاجات ده جديدة. صحيح. ده صحيح. وزي ما قلت لحضرتك، النشاط الشمسي دوت وأحده الأكاليل أو الأهاليل الشمسية بيخرج كده كتلة من الشمس، مش كتلة من الشمس بتخرج منها وبتطير وهتقع على الأرض لا قدر الله. لا طبعا، لا ده طبعا ده كلام فارغ يعني ده. التهابات أو انفجارات كده زي الحمل اللي بتبقى خارجة من بركان، ظهر البركان وبترجع تاني حوالين المنطقة المحيطة بالبركان، ده اللي بيحصل. لكن مفيش حاجة انفصلت على الشمس
ولا جرت على القطب الشمالي ولا القطب الجنوبي. لكن هي يعني عملت زي فلير كده او زي توهج بالظبط هو ناحية ده الجزء بالظبط. الشمالي ده، بيقولوا لي نتيجة تغير كمان المجال المغناطيسي للشمس او تأثرها. يعني برضو حضرتك هو توضح ده لنا النقطة يعني دي. هذه الجزئية ما زالت يعني تخضع لدراسات عديدة. زي ما قلنا حضرتك قلت في تلسكوبات ووسائل رصد جديدة بدأت العالم يستخدمها، اللي بدأنا نكتشف تفاصيل كتيرة عن طبيعة الشمس، مش الشمس بس، حتى الكون اللي احنا عايشين فيه. لكن اليومين طبعا احنا القصة دي تأثر علينا بإيه؟ زي ما قلت حضرتك ايوه الشمس وانفجاراتها طبعا لما نتامل أثرت. المشهد ده نخرج بايه؟ انا هو كمواطن نخرج بإيه؟ طبعا نتفكر في خلق ربنا، طبعا طبعا ويعني يعني عايز اقولها بس بالعاميه، يعني نخش على دمنا شويه ونعبد ربنا صح، ايا كانت الديانه او المله اللي احنا عليها، واخد بقى حضرتك. الجزء الثاني، انا كمواطن عايش على الارض او عايش في جمهوريه مصر العربيه وشفت الفلير اللي طلع ولا النشاط الشمسي اللي زاد، هيأثر عليا بإيه؟ احنا بنقول المعاهد العلمية بتدرس الحاجات دي، وعندنا احنا بننتج ما يسمى الأطلس، أطلس الشعاع الشمسي اللي فيه تفاصيل الانبعاثات الشمسية وتأثير المواطنين عليها، وبيتقال يا جماعة الشمس في أوقات محددة من اليوم محدش يتعرض ليها عشان ما تصيبش الجلد بسرطانات الجلد وإلى آخره، وأوقات تانية لا اتعرضوا للشمس لأن بيبقى فيها فيتامين د وبعض الحاجات الكويسة اللي مفيدة للصحة. دي الحاجات اللي تهم المواطن، ما دون ذلك يعني كل ده بنتركه أتمنى يعني للمتخصصين بدون لا، ولا يعني انا كمواطن بس. لو مهتم وعندي شغف بالعلم ومتابعه ما يحدث عالميا، ما احنا برضو جزء من هذا العالم، ما ينفعش تبقى قاعدين برضو الواحد يعني مش متابع ايه اللي لا بيحدث طبعا واخر أكيد، ما وصل فيه لا العلم، بالعكس ده مهم، خاصه بقى انه ده حضرتك مهم في جدا. دراويش لكن بقى، يعني انت عارف حضرتك في الدراويش بقى والاخوه اللي هم هو جهال ده السلفيين، الجزء بيطلع يقول لك بقى فعلا. نهايه العالم وعلامات الساعه وتلاقي بقى اي ايات قرانيه في اي وصف في اي حديث داخل في النص، واستغلال الموضوع ده الجزء اللي فاهم؟ احنا بنتكلم فيه يا فندم، يعني مهم ان احنا دجل يعني، على مواقع دجل. التواصل نستقي المعلومات الصح. وانا فعلا يعني وانا موجود مع حضرتك بهيب بكل المؤسسات الاعلاميه ان احرى الدقه في المعلومه، ما اجيبش اي كلام واقول ده ناسا قالته او بالظبط. مين قاله، ايوه. لان مثلا خبر من ايام المصائب لا تاتي فرادى وكويكب والله ده شمس انا قريت القمر حاجات بتضحك اقسم بالله يعني. وعلاقته بتركيا، مع ان الكويكب ده كان بيبعد حوالي 4 مليون كيلو من الارض، يعني خمس او ست اضعاف المسافه بين الارض والقمر، وده مش مفيش اول اي كويكب علاقه. يقرب، او اي مش اول نيزك يقرب برضو يعني. فلذلك يعني بنهيب بكل الاعلاميين اصدقائنا نتحرى الدقه. في ناس كتير من المواطنين مش قادرين يستحملوا كل مفهوم اخبار يا دكتور، الاشاعات دي. مفهوم. ما احنا بقى مع حضرتك نتمنى الله بنوضح اهو، السلامه للجميع. بنوضح ونكافح بالظبط كده. جهل بالمعلومة وبالدراسة. فأنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا دكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والعالم الكبير، طبعا نورتنا. نرجع بقى من حدود المجرة لحدود عالمنا المتواضع والصراع الكوني في هذا العالم الغريب والمريب أحيانا. ليه بقى غريب ومريب؟ لأن عندنا النهارده موضوعين متعلقين بالعلاقات المصرية، بالعلاقات الأمريكية الصينية وبالعلاقات الأمريكية الروسية، وما يحدث طبعا من تجاذبات وتصارع، سميه بقى حضرتك بارد، سميه ساخن، أي مكان المسمى اللي حضرتك عايز تسميه بيه. لكن خلينا أقول لكم آخر المستجدات. النهارده في خبر لافت للنظر، بيقول إنه كان في استطلاع رأي مهم أجري في الولايات المتحدة الأمريكية، عملوا مركز اسوشيتد بريس نورك لابحاث الشؤون العامه، وده استطلاع راي الامريكيين في نتائج الحرب الروسيه الاوكرانيه وتوفير الدعم الامريكي للجانب الاوكراني في هذه الحرب. وفق استطلاع الراي بيقول ايه بقى؟ انه 48% فقط من المستطلع آراءهم ايدوا مساعده اوكرانيا، في حين ان النسبه دي كانت في شهر مايو اللي فات، من العام اللي فات يعني بعد 3 شهور بس من الحرب، كانت 60%، يعني أقل من نصف الأمريكيين هم ما زالوا مؤيدين للحرب، والباقي شايف إنه ده إيه
تضييع لجهدهم ولأموالهم ويعني تدمير للسلام العالمي، ده وفقا لكلامهم. الأمريكيين شايفين إنه لازم دولتهم تدعم الأمريكان في طبعا المقام الأول قبل أي حد تاني، وده طبعا من المتوقع إنه يؤثر بشكل أو بآخر على سباق الانتخابات الرئاسة الأمريكية، وطبعا هيستغلوا أو بيستغلوا بالفعل بعض السياسيين منهم دونالد ترامب للحديث عن هذه القصة. ده محور هنتكلم فيه، والمحور الآخر قصة بقى الأجسام الغريبة وما يسمى الآن بصراع الفضاء القريب. احنا كنا مع حضراتكم من شوية في الشمس في الفضاء البعيد، الفضاء بقى القريب وهي ما يسمى بحرب المناطيد أو أجسام التجسس أو ما يتم رصده من أجسام غريبة. ودلوقتي كندا وأمريكا والصين كل واحدة كل شوية عمالة تطلع بتقول إيه، رصدنا جسم غريب. جزء من القصة بروباجندا، جزء منها حقيقة، جزء منها مبالغة، جزء منها تهديدات جوفاء، يعني كل السيناريوهات مطروحة، ولكن الموضوع بيتزايد وبيتسارع وترته. وكان آخرها إعلان طبعا سلاح الجو الأمريكي عن إسقاط جسم مجهول فوق بحيرة هورون على الحدود الأمريكية الكندية. طيب هناخد بقى مع حضراتكم للتعليق على هذا الموضوعين من القاهرة الأستاذ طارق البرديسي الخبير في العلاقات الدولية، ومن نيويورك الدكتور مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي والخبير السياسي والمحلل السياسي. اهلا بك يا فندم، اهلا بحضراتكم يا فندم، نورتونا. تحياتي لحضرتك استاذ حسام والاستاذ مهدي. اهلا بحضرتك، اهلا بك يا دكتور مهدي، منورنا. اهلا بيك وبدكتور طارق، وتحياتي لكم والمشاهدين. نورتنا يا فندم. هبدا مع حضرتك استاذ طارق، ويعني على ضوء الخبرين اللي قرأتهم، لو بدأت معاك في المحور الأمريكي الأوكراني النهاردة، بيقول لك هو أقل من نصف الشعب الأمريكي غير راضي عن هذه الحرب، وبيشوف أنها تضييع لموارده، وإن هي كمان قد تكون إهدار للسلام العالمي وكده. شايف إزاي تأثير استطلاع زي ده؟ وده مش ده الوحيد على فكرة، وفي استطلاعات كتير بدأت تخرج الفترة اللي فاتت، وفي استغلال برضو جمهوري ديمقراطي لمسار الحرب بشكل أو بآخر. هل ده ممكن يؤثر على الخطوات القادمة، خاصة أن احنا شايفين توسع واحتمال أيضا إمداد أوكرانيا بالطائرات؟ يعني زي ما بتقول بالفعل، يعني استطلاعات الرأي أكتر من استطلاع مش الشعب الأمريكي بس، وإنما أيضا الشعب في أوروبا الاتحاد الأوروبي، في تناقص، في فتور، في عدم حماسة لذلك الدعم، لأن الأحوال المعيشية، الظروف، التضخم، الغلاء، البطالة، كل هذه الأمور بتؤثر طبعا، لأنه أولى لك فأولى، فده أمر طبيعي. اللي غير طبيعي وغير معتاد أنه تجد يعني ذلك التوسع وذلك الدعم والتعهد بمزيد من الدعم للأوكرانيين بعكس يعني ده بتهيألي كسروا 30 40 مليار دولار اعتقد، انا مش متذكر الرقم، بس يعني كنت قريت خبر انه تقريبا فاتوره الدعم الامريكي لغايه دلوقتي قد تقترب من 40 مليار دولار رقم. يعني بالفعل استاذ حسام، ده مؤشر على الاتي، على ان الديمقراطيه في مأزومه، يعني فكره الديمقراطيه في حد ذاتها اصبحت يعني مشكوك فيها، في اصلها، في جذورها. بمعنى ايه؟ بمعنى انه ازاي يبقى هذه الاستطلاعات اللي بتعتبر يعني مؤشرات علميه تؤكد انه يعني ذلك الفتور وعدم حماسه الشعب الامريكي والشعب الاوروبي في هذه الحرب الدائره، وهم يقولون يعني احنا احولنا، احنا اولى بهذه الظروف، والمفروض يعني تجد انه يبقى في تمت استجابه، ولكن تجد على المستوى بقى السياسي والعسكري انه مزيد من الدعم ومزيد من التعهد بذلك الدعم. يبقى أين الفكرة الديمقراطية؟ أضف إليها بقى يعني بعد آخر أو ملمح آخر، هو تكميم الأفواه، ويعني منع وتكميم وسائل الإعلام الروسية، فأين هو الرأي والرأي الآخر؟ يعني فكرة الديمقراطية والاستجابة تكميمها يعني إيه؟ يعني تكميمها بمعنى؟ بمعنى أنه فكرة الديمقراطية تعتمد على الآتي، تعتمد على أولا الاستجابة لإرادة المواطن، لإرادة الشارع، لإرادة الجماهير، وأيضا حرية الإعلام، حرية الصحافة. ده زي روسيا اليوم وكده وإغلاقها، بس دي حالة حرب، يعني احنا تقريبا الدولتين في حالة حرب وبروكسي وور يعني.
طيب انا هعود واستكمل حضرتك هذه النقطه، لكن اسمح لي نروح لدكتور مهدي عفيفي من نيويورك، المحلل السياسي وعضو حزب الديمقراطي. وحضرتك يعني يا دكتور في قلب الاحداث وفي قلب الولايات المتحده الامريكيه، وقرانا نتيجه هذا الاستطلاع، وده مش الاستطلاع الوحيد، شايف ازاي تغير المزاج الامريكي خاصه الشعبي تجاه الحرب الروسيه الاوكرانيه، وكيف ممكن تؤثر بقى في المستقبل القريب؟ تحية إليك مرة أخرى والمشاهدين الأعزاء وضيفك الكريم، بس خلينا نحلل هذا الكلام بالواقع الأمريكي. لأنك في الحقيقة يعني الآراء اللي بنسمعها من الشرق الأوسط أو من مثلا يعني اللي جاية من روسيا مثلا لا تنتمي للحقيقة بأي شيء من الأشياء. أولا البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية 3.5% أو ما نسميه زيرو بطالة، لكل وظيفة هناك يعني مطلوب نص بني ادم، يعني مش واحد بيتقدم لها، نص واحد بيتقدم لها. دي رقم واحد. الرقم الثاني ان نسبه النمو في الولايات المتحده الامريكيه في الربع الاخير، ودي طبعا دي مش استطلاعات مجلات، لا ده وزاره الخزينه الامريكيه، 2.9% 2.9 يعني 2.9%، وده اعلى من اي نسبه دوليه. دي المساله الثانيه. المساله الثالثه، الحرب الاوكرانيه تم تخصيص الميزانية الخاصة بها في الكونجرس السابق، فالسنة الجاية بالكامل مصروفاتها بالبلايين تم تخصيصها والموافقة عليها في الميزانية القادمة. المسألة الرابعة والمهمة جدا، يعني لابد أن نعلم طبعا مسألة الديمقراطية فشلت، هذا كلام يعني غير معقول. يعني أولا الكونجرس هو الحاكم الأساسي في الولايات المتحدة الأمريكية فوق الرئيس الأمريكي، يعني لو ما يوافقش الكونجرس يستطيع أن يمنع الرئيس حتى لو اتخذ الفيتو محدد في امور معينه. فهناك هذا الصراع لمن يعرف السياسه الامريكيه هو سياسي بحث بين الديمقراطيين والجمهوريين، وتناوب السلطه في الولايات المتحده الامريكيه منذ تاريخها ما لقيناش ولا ديمقراطي قعد اكثر من 8 سنين او في بعض الاحيان 4 سنين ولا جمهوري. هذه هي الطبيعه الامريكيه، وانا بتكلم من 40 سنه في الولايات المتحده الامريكيه واكثر من 30 عام في العمل في داخل الولايات المتحده. فيعني لابد حتى لا نستخف بعقول المشاهدين ان نضع الصوره في مكانها. ما يحدث الان هو طبيعي، ان هذا الفتور طبيعي وليس حتى ليه طبيعي؟ لان المواطن الامريكي من طبيعته ان هو بينظر الى عدم دعم الخارجي، خاصه لا ننسى ان هناك قوه قويه جدا الا وهي ترامب وما يسمى الميجا، الا وهم مؤيدي ترامب، تحاول بكل الطرق التقليل من شأن أي شيء يقوم به الديمقراطيين. فوز الجمهوريين بمجلس النواب لا يعني شيء، لأن الأمور تعدي على مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ ثم موافقة الرئيس. اللي مش فاهم السياسة الأمريكية يعتقد أن مجلس النواب سيؤثر. فلذلك الواقع أن الدعم حتى ولو فتر، وده بيحدث حتى مع السياسة الداخلية الأمريكية، فأن هناك دعم قوي، والولايات المتحدة الأمريكية متعهدة مع الشركاء بدعم أوكرانيا إلى آخر لحظة. وقد رأينا كما ذكرتم أنتم في تقريركم، كما ذكر حضرتك، أن هناك أسلحة تزالت تقدم وأسلحة متقدمة ودبابات، وفي هناك هذا الباب مفتوح، ومن يمثلون الشعب الأمريكي وهذه. طب معلش قبل ما نروح أستاذ دكتور مهدي برضو، طب يعني حضرتك شايف انه هذا الملف مش هيأثر قوي على الانتخابات الرئاسية القادمة؟ لا ممكن يؤثر، بس احنا النهاردة لسه بيننا وبين الانتخابات سنتين الاقتصاد، ولذلك نقول في الولايات المتحدة الأمريكية it is economy stupid. لو استطاعت الإدارة الديمقراطية الحفاظ على الاقتصاد الأمريكي والنمو كما نرى الآن، فأي أمر آخر خارج الولايات المتحدة الأمريكية لا يؤثر على الانتخابات. المواطن الأمريكي ما يعني اهمه الاول الامن الداخلي، الاقتصاد، وثم تاتي الامور الخارجيه لا تؤثر على الاطلاق في الداخل الامريكي. مفهوم. طيب هرجع لحضرتك تاني طبعا يا دكتور واستاذ طارق البرديسي. طبعا حضرتك سمعت كلام الدكتور مهدي، هو بيقول يعني انه ده نتيجه عمليه ديمقراطيه اشترك فيها الحزبان، و كمان انه الموضوع مش مؤثر لهذه الدرجه، لانه طبيعه كمان الشعب الامريكي ما بيهتمش قوي بالقضايا الخارجيه على قدر اهتمامه بالقضايا الداخليه، ودي معلومه معروفه الحقيقه، يعني
المتابعه للشان وشؤون الانتخابات الامريكيه، فحضرتك شايف الى اي مدى يعني ممكن تكون استطلاعات الراي دي غير مؤثره في الفتره القادمه، وطبيعه الصراع احنا رايحين فين في هذا الصراع؟ تمام. دلوقتي يعني تحياتي واحترامي طبعا الكبير والإدلال للدكتور مهدي، ولكن فيما يتعلق سريعا أنا يعني لغة الأرقام يعني لغة تحمل أوجه وتحمل أكثر من دلالة، ولكن هل لا يعاني المواطن الأمريكي؟ هل يعني بنزين الطيارة هل لم يرتفع؟ هل فواتير الكهرباء والغاز والسلع الغذائية لم ترتفع؟ إن هذا الارتفاع المحموم في أسعار السلع الحياتية المعيشية اليومية يعني يكابده المواطن الأمريكي ويكابده المواطن الأوروبي ويكابده العالم كله. هذه الأزمة، هذه الحرب أثرت يعني بنتائج كارثية على هذه الأسعار، الأسعار في العالم كله، في العالم المتقدم، في العالم الأول والعالم المتخلف النامي. هذه واحدة. أما بالنسبة للديمقراطية، لا، معروف طبعا الديمقراطية الأمريكية ديمقراطية عريقة، هناك تداول سلطة، أحزاب عريقة، الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي، النظام نظام أو حتى أشار أنه تخصيص الميزانيات دي من الكونجرس اللي فات، ودي حقيقة فعلا. نعم، لا أنا لا لا عندما أتحدث عن يعني أزمة الديمقراطية، لا هذا لم معناه ليس يعني أشكك في يعني العملية الديمقراطية الآلية، ولكن لا أنا أتحدث في نقطة أعمق من ذلك بكثير، نقطة يعني فلسفية سواء كان في أوروبا أو أمريكا. الفكرة تتمحور في ساطر ما أقصده وما أعنيه هو الآتي، هو يعني أين رأي المواطن، أين رأي المواطن في نهاية المطاف، يعني بعيدا عن لوبيات الشركات ولوبيات يعني هو أين رأي المواطن في روسيا نعم يعني هو أين رأي المواطن في روسيا، ولا أين رأي المواطن في الصين؟ لا هنا ليس لا ليس عارفين اللي فيها لا النظام هناك نظام ديكتاتوري، النظام هناك في نظام ديكتاتوري، حزب واحد لا صوت لا هذا يعني معروف، ولكن المفروض انه في اوروبا والولايات المتحده هم مثال ونموذج للديمقراطيه والحريه التعبير ولتداول السلطه، وهم يعني العالم كله من المفروض انه بيحتذي وبيقتضي ويقتفي اثرهم في ممارسه تلك الديمقراطيه، هذا ما اعنيه. نعم، طيب انا بشكر حضرتك النقطه دي وهرجع لك مره تانية، وعشان هنروح لموضوع تاني برضه اخد راي حضرتك فيه، بس نروح للدكتور مهدي. دكتور مهدي، يعني طبعا ده فيما يتعلق بالشق الروسي، كنت عايز اخد حضرتك برضه في خبر اخر، وموضوع بقى الاجسام اللي كل شويه بيتم اكتشافها، والصين بتقول ان هي بتكتشف اجسام غريبه، كندا والولايات المتحده اكتر من تقرير، مش عارفين ايه ماهية هذه الاجسام الغريبة، لكن شفنا قضية المنطاد واسقاط وغيره. على ما تؤشر هذه الاخبار المتعلقة بالتجسس والتجسس المضاد، وهل هي نقدر نقول انه خطر حقيقي، ولا خلينا نقول كده زي بالونات اختبار ما بين طرفين متناكفين؟ طيب خلينا نشوف ما تقوله المصادر الرسمية والتقارير والتسريبات الولايات المتحدة الأمريكية. هناك أربع حالات يسموها UFO اللي هي Uninterrupted Flying Object، يعني جسم طارئ. بدأت أربع حالات، الأربع حالات دي منها المنطاد ومنها اثنين بالون ومنها الجسم الأخير المسمى. المنطاد ده طبعا ده بدأ وكلنا عارفين قصته، وبدأ من ألاسكا وعدى على كندا وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وصال وهاج العالم كله. ليه أمريكا ما نزلتهوش؟ بكل بساطة أمريكا ما نزلتهوش عشان الديمقراطية برضه اللي احنا بنتكلم فيها، لأن لو تم سقوط هذا المنطاد على مؤسسة أو على شخص أو على ممتلكات، يتم من النص الأمريكي مقاضاة البنتاغون ومقاضاة الجيش الأبيض، القضاء في الولايات المتحدة الأمريكية لا يقف على أحد، وترامب ليس ببعيد، وكيل نيابة بسيط في نيويورك، مدينة نيويورك مدوخ ترامب. فلذلك التخوف من أن يصيب هذا المنطاد ممتلكات أو أفراد هو الذي جعل الولايات المتحدة الأمريكية تستمر لهذا الشكل. البالونين الآخرين تم اسقاطهم في الهواء والتقاطهم، الجسم الاخير كما ذكرتم انتم في التقرير على جسم مسمى تم اسقاطه في هذه البحيره. طيب ثلاث اجسام من الاربعه مروا على اماكن حساسه،
الجسم الرابع لم يمر على مكان حساس. ماذا يحدث الآن؟ ماذا يحدث الآن هو أن الصين تحاول أن يعني تؤثر على الرأي العام الأمريكي. الصينيين مش أغبياء، عارفين أولا التجسس اليوم مش محتاج مناطيد. من 20 سنة الأقمار الصناعية التجارية تستطيع أن تكتشف رقم سيارة حضرتك ورقم سيارتي. أنا بتكلم على الأقمار الصناعية التجارية وليست الأقمار الصناعية الحديثة التي تستخدم في الاستخبارات، التي تستطيع أن تقرأ الكلام اللي مكتوب على الكوارتر الأمريكي أو على الربع دولار الأمريكي. فمسألة التجسس بهذا الأسلوب انتهى عصرها. ولكن الصين تعلم أنها لو أثارت الرأي العام الأمريكي ستحرج الإدارة الأمريكية، ومن هنا بدأت اللعبة. اللعبة ألا وهي استخدام تكنولوجيا رخيصة جدا ومجرد إثارة الناخب الأمريكي، وكما رأينا ردود الفعل في الشارع الأمريكي، وإثارة الجمهوريين على الديمقراطيين والعكس. لذلك أعتقد أن هذه المسألة هي مسألة التجسس، مش محتاج مناطيد ولا بالونات. التجسس يحدث كل يوم من الجانبين، والولايات المتحدة الأمريكية تتجسس على العالم كله، وقد رأينا حتى في فترة في أوروبا كان هناك اعتراض من ألمانيا بس على فكرة الصين كمان أعلنت عن إسقاط برضو مناطيد وحاجات شبيهة، وأخرها جسم مكهول فوق مدينة شينغ داو الساحلية. بالطبع هذه الأشياء تتم، لكن في الوقت الحالي كان المقصود بها إثارة الرأي العام الأمريكي بمحاولة احتجاج الإدارة الأمريكية، وكلام بقى اللي احنا بنسمعه لكل مش لاقي حاجة يقولها مفهوم. لكن الواقع أن هذا لا يؤثر بأي شكل من الأشكال. الولايات المتحدة الأمريكية لمن يعلم هناك في أي لحظة 3000 طائرة تحلق الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تم إيقاف الطيران، دي حاجة كبيرة قوي، لمدة ساعتين بأمر من البنتاغون، وساعتين إيقاف طيران في أمريكا ينتهي العالم. إحنا بنتحرك معظم تحركاتنا في أمريكا بالطيران. مفهوم جدا. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي والمحلل السياسي، كنت معنا من نيويورك. أستاذ طارق برديسي، تعليق أخير فيما يتعلق، دردشنا مع بعض في الموضوع ده قبل كده بتاع المناطيد، وأنا فاكر حضرتك كنت بتقولي إنه موضوع فيه مبالغة أمريكية شوية، لكن واضح ان الموضوع بيزداد اضطرادا اهو، يعني كل الجوانب دلوقتي، الصين، كندا، كمان الولايات المتحده، كل واحد اهو عمال يعلن عن اسقاط منطاد او جسم غريب او يو اف او. يعني شايف برضو ازاي هذه النقطه؟ يعني بالنسبه للمناطيد والتجسس، يعني هي امور بالفعل هي امور موجوده ومتعارف عليها، ولكن يعني التقنيات واستخدام مزيد من التقنيات والتنوع في هذه التقنيات، يعني فضلا عن الأقمار الاصطناعية التي يعني بتسجل وتتجسس كما ذكر الضيف الكريم، أيضا المناطيد بتتجسس بطريقة أخرى بأبعاد مختلفة، ويبقى الفارق في التقنيات والتكنيك والرخص والتكلفة ومدى دقة المعلومة. فأتصور أنه المناطيد لها قدرات مختلفة عن قدرات الأقمار الاصطناعية فيما يتعلق بالتجسس، فيما يتعلق بالأبعاد، فيما يتعلق بدقة المعلومات، فيما يتعلق بالتكلفة والاستمرارية، وفيما يتعلق بمثل هكذا أمور فنية تقنية يتحدث عنها المتخصصون. أما فيما يتعلق بفكرة يعني التجسس، لا، كل الدول تقوم بذلك التجسس، خاصة عندما تكون دول كبيرة، عندما تكون صاحبة يعني قرار وتتحكم في القرار الدولي، تعني سيدة العالم الولايات المتحدة، ومن ورائها القوة الصاعدة في التناني، ذلك التنين الأصفر الصاعد عسكريا واقتصاديا واستراتيجيا. مفهوم. فهذه الحرب القادمة والتنافس المحموم المتوقع في القادم غدا وبعد غد، هو ما بين العم سام وما بين التنين الصيني، ولكن لا نستطيع أن يعني نصنفها تحت بند المناوشات الغير جدية، ينفع نقول كده؟ هي ليست مناوشات، ولكنها يعني تحمل في مناكفات. بالفعل يعني مناكفات، ولكن هذه المناكفات لها ثمت أبعاد، أبعاد استخباراتية، أبعاد معلوماتية، أبعاد فيما يتعلق بالتأثير وتأثير كمان على الوضع السياسي، لأن وزير الخارجية الأمريكي كمان لغى زيارته لبكين للتهدئة، فبرضه
اكيد ليها ظلال على العلاقات بشكل او باخر. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ طارق البرديسي الخبير في العلاقات الدوليه، ودي كانت قراءه كده في صراع المحاور العالميه انجاز التعبير. نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل، خليكم معنا. عقدت الهيئة الوطنية للصحافة لقاء ضم عددا من رؤساء تحرير الصحف القومية مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سهى جندي، وذلك من أجل إبراز دور وجهود الوزارة في الوقت الحالي مع طرح عدد من الموضوعات للنقاش مع الوزيرة والتي أتت ثمارها سريعا. هذا الحوار كان حوار متعمق في شأن ملفات الهجرة والمصريين في الخارج على اختلافها وعلى تنوعها، الملفات الخاصة بالتواصل مع المصريين في الخارج، الملفات الخاصة بالاستثمار المصريين في الخارج، الملفات الخاصة بالتواصل بالضبط كده مع شباب المصريين في الخارج، الأطباء، المستثمرين، العلماء. احنا يعني حاولت ان انا اؤكد على المشروعات الخاصة ب 2023 وما تنوي وزارة الهجرة والمصريين في الخارج انها تدشنه وتطلقه ان شاء الله في 2023 من مبادرات ومن برامج، بما في ذلك انشاء شركة لاستثمار المصريين في الخارج في الداخل المصري، بما في ذلك إنشاء وإطلاق تطبيق للمصريين في الخارج للاستفادة من كافة المحفزات وكافة الخدمات اللي بتقدمها مصر ليهم كأولوية قصوى، يكون تطبيق تليفوني، بما في ذلك أساساً إنشاء قاعدة بيانات إحنا بنسعى ليها وبنشتغل عليها، يتم يعني تقسيمها بالمهنة والوظيفة والعلمية. إحدى أدوار الهيئة الوطنية للصحافة هي إبراز كل مجهودات الدولة المصرية، والنهاردة كان مشرفانا وزيرة الهجرة وكان في مبادرات كثيرة جدا كان عليها لغط، منها مبادرة استجلاب سيارات، وكان ديت عليها يعني فيها جوانب سلبية ذكرت، والنهاردة هي وضحت كل الجوانب الإيجابية وكل حتى كمان لما هي ليها لينك مع المهاجرين المصريين بالخارج، قدرت إن هي تنقل نبض المهاجرين لرئيس الوزراء، وبالفعل تم الاستجابة، وهو ده التواصل نتيجته دايما إيجابي. احنا حتى كمان لما اتكلمنا النهاردة في مبادرات كتيرة، مبادرات استثمار موجودة هي اتكلمت عليها باستفاضة، في مبادرات هناك برضو مؤتمر كيان هي بتعملها، فيها شغل كتير جدا في وزارة الهجرة. حتى يمكن احنا طلبنا كأمنية ان قبل انطلاق اي مبادرة رسمية للدولة المصرية، احنا كمؤسسات صحفية قومية وكهيئة وطنية للصحافة، ان احنا منعا للغط ومنعا للخبطة احنا نطلق الضوء عليها مسبقا، وديت احنا اتفقنا على هذا مع جميع الوزارات ان شاء الله بإذن الله. معالي الوزيرة في حديثها تطرقت لأمور كتيرة جدا، واستمعت لتساؤلات واستفسارات زمايلنا رؤساء التحرير والصحفيين زمايلنا الحاضرين، وكانت كلها استفسارات كاشفة، أعطت الفرصة للوزيرة أنها توضح نقاط كبيرة جدا من المجهود اللي بتقوم به الوزارة والدولة المصرية بصفة عامة في التعامل مع ملف المصريين في الخارج. أخطر ما في موضوع ملف التعامل مع المصريين في الخارج أن الدولة المصرية تتعامل معه حاليا بفلسفة مختلفة تماما، ليست فلسفة تستند إلى أن الهدف هو زيادة تحولات المصريين في الخارج، وده هدف كويس جدا وسامي ومشروع، لكن الهدف الأسمى كيفية الاستفادة من عقول وأفكار وعلماء مصر في الخارج، إزاي نجعل المصريين في الخارج قوة ناعمة توضح الصور الحقيقية عما يتم من إنجازات موجودة على أرض الواقع، وتواجه محاولات التشكيك فيما يجري إنجازه وما يجري من خطوات وثابة في إطار تقديم الجمهورية الجديدة اللي كلنا بنحلم بيها. يا رب. يمكن امبارح كنت طبعا كان عيد الحب، وأنا حبيت أقضي عيد الحب في الليلة الكبيرة في السيدة زينب، ليلة عميرة الحقيقة بكل مشاعر الدفاقة وعميرة بحب آل البيت، ودائما هتلاقي فيها المبتهلين والمنشدين، وغرام المصريين دائما بالمبتهلين والمنشدين، وعلى رأسهم المبتهل الأعظم
الشيخ النقشبندي. من 47 سنة فرقنا الشيخ النقشبندي، ورغم ذلك كل هذه السنين الطويلة ما زال صوته حاضر وسطنا، يطبطب علينا كلنا في وقت الأزمات والحزن أو في وقت الدعاء والمناجاة. صوته الممتد على مساحة تجاوزت الأفاق وقوة رنين وجوابات خارقة ولم تتكرر كانت كافية لينال تلك المكانة العظيمة في قلوب الجماهير، مش بس في مصر لكن في الوطن العربي وفي عموم العالم الإسلامي كله. أداء الحقيقة جمع القوة والصدق، وكان يبتهل من قلبه وينشد من روحه ووجدانه، وكان محصوله كمان من الثقافة الفنية والنصوص الفصيحة ضخما. يعني تقريبا لم يحفظ منشد ديني من القصائد وأبيات الشعر مثلما حفظ النقشبندي. رحمة الله على الشيخ النقشبندي، أعظم المبتهلين والمبتهل الأعظم الذي اخترق قلوب العالم كله. خلونا طبعا نحيي هذه الذكرى الجميلة والعطرة، ونستقبل مع حضراتكم صديق شخصي لأيضا الشيخ النقشبندي، وهو أيضا من أهم الجامعين لتراثه. اسمحوا لنا نرحب بالمهندس رضا حسين، صديقه الشخصي وأحد أهم من جمع تراث الشيخ النقشبندي. رضا، أستاذ رضا حسن، أهلا بك يا فندم منورنا. أهلا بك يا أستاذ رضا حسن. أهلا بك يا باشمهندس منورنا. كل عام وحضرتك بخير يا حبيبي. كل سنة وحضرتك طيب وبألف خير وصحة وسعادة. وكنت بقرأ كمان يعني بعض أجزاء من حوار حضرتك مع جريدة الوطن، وقد إيه استمتعت بيه، وبنشكرك على اهتمامك البالغ. واحنا النهارده معاك بقى عايزين نحيي ذكرى هذا الرجل العظيم، كيف تتذكره على المستوى الانساني وانت زملك؟ ربنا يبارك في عمرك. انا سامع حديثك الشيق عن ستنا السيده زينب والامور الجميله ديت. فكان هناك وصال بين فضيله الشيخ والسيده زينب رحمه الله. أيوة. وطبعا الشيخ سيد النقشبندي اولا في الذكرى 47 نترحم عليه وعلى نجله الأستاذ أحمد سيد النقشبند الله يرحمه. الله يرحمه. وطبعا الحقيقة في بحثنا عن تراث الشيخ سيد النقشبند اللي هو في غاية الأهمية حضرتك، كلما بحثت والله وجدت لؤلؤة جديدة الله من عطايا الشيخ بتضاف إلى سابقتها. وحقيقة الحاجة اللي بلاقيها دي بترضينا نشوة روحية جميلة جدا وتجلياتنا نورانية للشيخ سيد النقشبند رحمه الله. وفي ذكرى الشيخ سيد النقشبندي هناك حدثين، يعني انت حضرتك تكلمت عن مولد السيدة زينب رضي الله عنها، فكان هناك وصل دائم بين الشيخ سيد النقشبندي والسيدة زينب عقيلة بني هاشم طبعا. فكان في احدى الحفلات سنة 68 من المواقف اللي يعني توضح ان الشيخ سيد النقشبندي كان له حالات وروحانيات وانوار وتجليات. فكان الشيخ سيد النقشبندي في الحفلة بتاعت عام 68 ديت يؤدي حفل، وكان هذا الحفل كلمات الأستاذ الشاعر الكبير الصاوي شعلان. هو كان الشيخ سيد النقشبندي يقول الشاعر المجاهد العظيم الأستاذ الصاوي شعلان. الله. فكان الشيخ سيد النقشبندي حضرتك وهو بيؤدي الإنشاد اللي من كلمات الأستاذ الصاوي شعلان، وبالمناسبة كان الأستاذ كان متواجد والد الفنان ياسر ماهر، الأستاذ محمد علي ماهر صاحب أحسن القصص. وأنشد الشيخ سيد النقشبندي للأستاذ الصاوي شعلان، والصاوي شعلان كان متواجد في الحفل. إلا أن الجلسة الشيخ سيد رحمه الله ما كان ينظر لأحد، سبحان الله كأن هناك مشاهدات. وكان يقول أشقيقة الصطين، يا شقيقة الحسن والحسين، حي الله ساكنة المقام، الله يا نفحة الزهراء، يا أخت الإمام ابن الإمام، أوديعة الهادي بمصر، لنا بهديكم اعتصام، ومن الملائكة موكب معنا يؤدون السلام، نور النبي المصطفى لما أقمت هنا أقام، حي الإمام جميعهم من جدها خير الأنام، أخت الحسين لقد وفيت له بعهدك والزمام، الشمس تشرق من ضيائك ثم يحجبها احتشام، فمقام زينب ها هنا مرآة زمزم والمقام، نهدي السلام إلى التي من جدها عرف السلام.
الله الله الله، اللهم صل على النبي وبارك ورضي الله عن ستنا زينب رضي الله عنها. فيجي حضرتك الذكرى بتاع الشيخ مع مولد زينب، ليله كلها حب الحقيقه، ليله كلها حب. والاكثر حضرتك كمان ان ان شاء الله بعد يومين ذكرى الاسراء والمعراج. وهنا انشد الشيخ سيد النقشبندي اروع القصائد اللي هي قصيده الاسراء والمعراج اللي هي للشاعر عبد الله شمس الدين. وطبعا هذه القصيده يعني اهل سوريا طبعا انشدها في حلب وفي اماكن كثيره في سوريا. عندك الفيديو بتاعها يا فندم؟ يعني ممكن نعرضها في الاسراء والمعراج لو امكن. لا ده احنا عاوزين الفيديو من حضرتك بقى. لان احنا بنناشد ان احنا نصل الى هذه الاشياء. والله. وعلى فكره في وقت الشيخ سيد النقشبندي كانت التسجيلات المرئيه قليله جدا. ايوه الا ان برضو ربنا ارضانا بالاشياء باشياء مرئيه. ايوه جميل. واتوجه برضو بالشكر في هذه المناسبه الأستاذ عبد العزيز عمران رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية. الحقيقة أخرج لنا كثير من تراث الشيخ سيد نقشبندي، وفي رمضان الماضي وكانت هدية جميلة جدا في ليلة القدر إن هو أمتعنا بفيديو لغة الكلام على شفتي خجلة ولولا الحب لن أتكلمي. ده نعم. هذا كنا نستمع إليها صوتية من عهد الصبا. طبعا. لكن شوف بقى كرامة الشيخ سيد النقشبندي وأسرار الشيخ سيد النقشبندي بعد كام عام إن إحنا نجد هذا الفيديو. جميل. فدي حاجة حاجة رائعة جدا. طب إحنا بندعو حضرتك بقى إن أنت تيجي تشرفنا قريب ونتكلم بقى بشكل مستفيض وتجيب لنا بقى الجواهر والكنوز التي عثرت عليها. على فكرة أنا حضرت لقاء مع الدكتورة بسمة وهبة وكان لقاء جيد. أيوه. جدا. وأنا يعني أنت شخصية راقية جدا. أشكرك. نجلات تحية الدكتورة بسمة طبعا. ومن خلال حضرتك برضو عشان انت انسان يعني فيك كل خير. أشكرك. انا الحقيقه في حاجه دعاء يعني انا دايما عاوز اتكلم على التراث عشان برضو نبقى نستفيد. يبقى انت افدت كل من يستمع اليك الان. طبعا. دلوقتي حضرتك احنا اوشكنا على رمضان وكل عام وحضرتك بخير وانت بتالف صح. ففي شكر مسبق للدكتور محمد لطفي. أيوه. الدكتور محمد لطفي رئيس شبكه البرنامج العام. وده شخص شخصيه راقيه كل التحيه والتقدير طبعا. قامة كبيرة جدا. وأنا اتصلت به مرات ومرات على أساس أن الشيخ سيد نقشبندي رحمة الله مسجل لإذاعة البرنامج العام 240 دعاء. الله. احنا توصلنا حتى الآن يعني كل ما استمعنا إليه من دعاء رمضان للشيخ نقشبندي حوالي 90 دعاء. والباقي مفتقد. فالحقيقة 90 دعاء أنت تقدرهم بكام مثلا؟ أو يعني أصل هي التقدير ده حضرتك ده حاجه مش اجتهاد مني. ايوه. لان انا ده كمان في الحفلات بتاعته في سوريا واذربيجان وفي ايران. لا ما انا هقول لك نفسي نلاقي الحاجات دي. ده كان الناس يعني بيجنن الوطن العربي يعني لو جاز التعبير بحلاوته. لما الدكتور مصطفى محمود قال يعني الشيخ سيد نقشبندي صوته كان نجف المتلألي يعني شيء جديد عن هو قال طبعًا. قبل كده كان نور الكريم الذي لم يصل اليه احد. طبعا. في الجديد بالنسبة له قال إن هو كان نجف المتلائل الكارثة للنجف المتلائل. هو عمل ثورة كمان كبيرة مع طبعا اشتراكه مع بليغ حمدي في أعظم ابتهال. أنا بعتبره أعظم ابتهال عن نفسي لأنه الابتهال ده طبعا مولاي إني ببابك. لأنه طبعا مفيش حد كان حزين أو زعلان أو عايز ناجي ربه ما بيسمعش هذا النقلة النوعية في الابتهال الديني وإني ببابك. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس رضا حسن جامع تراث الشيخ النقشبندي والصديق الشخص لي. وياريت يشرفنا وهنشرفنا إن شاء الله قريب في حلقة جميلة نوريكم جزء من التراث اللي كتير ممكن منا ما نكونش اطلع عليه المتعلق طبعا بالمبتهل الأعظم الشيخ النقشبندي. نروح لقصة أخرى مش بعيدة عن أجواء الحب ومن أهم فنانينا اللي اتولدوا في عيد الحب هو الفنان الكبير الراحل طلعت زين. طلعت زين هذا الشاب الإسكندراني الجميل اللي بدأ حياته العلمية والموسيقية من إسكندرية واحترف الغناء بشكل نادر جدا وما فيش زيه. يعني طلعت زين فنان مختلف في كل تفاصيل فنه وفنان الناس حبته في كل أغنياته. أنا أتحدى أي حد يسمع أغنية لطه اللي طلعت زين وما يحبش يندمج معاها وترقصه وتضحكه وتبهجه. ف
الفنان الحقيقة كمان مش بس كان متفرد ومختلف على الصعيد أعماله الفنية اللي تنوعت طبعا ما بين أغاني وألبومات مختلفة وغناء مع عدد بالفرق الموسيقية، وكمان ما قدمه من أعمال سينمائية كلها عايشة في الذاكرة بتاعتنا، وقدم كمان أوبريتات منهم أوبريت 100 سنة سينما واللي اتعرض في مهرجان القاهرة السينمائي. فاحنا بنتكلم عن فنان من طراز خاص ونادر، وفنان مختلف في كل تفاصيله مش بس المتعلقة بتاريخه الفني الحافل، ولكن كمان هو كشخصية الجميع أجمع على طيبة قلبه وعلى إنسانيته الكبيرة وعلى رغبته في كمان أداء العمل الخيري ومحبة الناس حواليه، وكان شخص محب للمغامرة. وهنتعرف كمان على حياته بشكل إنساني أكتر لأنه هينضم لنا كمان بعد قليل الأستاذ سيف طلعت زين عشان نحيي معاه ذكرى الوالد، ونكون كمان مع حضراتكم في قصص لطيفة عن حياة الراحل الكبير طلعت زين اللي بنهديله هذا الكليب، ونرجع معاكم نروح شوية زيارة لتاريخ هذا الفنان الكبير. يحبش الفنان الكبير الراحل والنجم طلعت زين اللي مجرد ما تسمع أي أغنية لازم تبتهج وتشعر بالسعادة، وكمان تحس إن هو صوت قريب مننا كلنا ويدخل القلب بلا أي استئذان. احنا النهاردة بنحيي ذكرى هذا الفنان الكبير الراحل طلعت زين، وهنروح مع حضراتكم زيارة كده اللي طبعا مسيرته الفنية الحافلة مش بس على صعيد ما قدم من غناء، ولكن من أعمال فنية مختلفة سواء في التلفزيون والمسرح والسينما، وشارك في أوبريتات عديدة. احنا النهاردة كمان معنا المؤرخ السينمائي الأستاذ محمد شوقي، طبعا ضيف عزيز علينا دائما. أهلا بك يا فندم. وطلعت زين حالة خاصة ونادرة في تاريخ الفن المصري، ورجل لم يختلف على حبه أي أحد الحقيقة. إيه اللي حضرتك حابب تقوله لجمهور طلعت زين في مصر والوطن العربي يمكن ما كانش يعرفه في مسيرة هذا الرجل الرائع؟ أستاذ محمد، أستاذ محمد حضرتك سامعني؟ استاذ محمد حضرتك سبت التليفون قطع. ايوه بحيي حضرتك يا استاذ. اهلا بيك يا استاذ محمد، نرحب بيك. معلش كان في مشكله في الاتصال. كنا بنسمع طبعا يعني واحده من اغاني الفنان الكبير طلعت زين، هذا الفنان المختلف في كل تفاصيله، واللي ما اعتقدش ما فيش حد سمع اغانيه وما حبوش وقع في غرام هذا الرجل اللي قدم يعني مسيره فنيه حافله على كل المستويات. جمهور الفنان طلعت زين تحب تقولهم ايه مختلف في ذكرى السبعين؟ حابب تقول إيه عن هذا الفنان الكبير؟ أولاً أنا بحيي حضرتك يا أستاذ حسام، وبحيي كل السادة المشاهدين، وبشكركم جداً على إحيائكم لذكرى فنانين كبار أثروا في حياتنا وما زال تأثيرهم في حياتنا مستمر، زي طبعاً الفنان الكبير طلعت زين. طلعت زين من الفنانين المختلفين والمتميزين، يعني نقدر نقول ان طلعت زين كان فنان متميز وكان في حته تانية خالص، بعيد عن كان لون مختلف، كان موده يعني كان ستايل مختلف، حتى انه كان يقول انا فنان مهتم بالفن الغربي اكتر، على اساس ان كتير قوي من الموجودين فن شرقي، وهو كان بيهتم كان بيحيي أي شيء ما بيك يا سيف. وبنحيي معاك ذكرى الوالد رحمه الله عليه، ربنا يصبرك دائما، وانا عارف ان انت يعني دائما ما بتكتب كلمات مؤثرة عنه في كل وقت. برحب بيك يا سيف، أهلا بيك. أهلا بيك حسام، إزايك أخبارك إيه؟ نورتنا يا حبيبي، أهلا بيك. أشكرك على الكلام الجميل اللي قلته في الأول. لا طبعا دي أقل حاجة في حق فنان كبير يعني ليه فضل علينا كلنا. أشكر برضو أستاذ محمد على الكلام الانترودكشن الدقيق جدا ده، ومعلومات دقيقة ومعلومات جميلة كلها يعني. أشكرك علامات في الـ في الـ في الـ مسيرة بتاعته. أشكرك يا سيف. أو نقول بقى أبو مليكة وزين أحفاد طبعا الراحل العظيم طلعت زين، صح أبو مليكة وزين؟ صح طبعا. أيوة الناس كتير ما تعرفش أن الفنان طلعت زين ليه أحفاد دلوقتي. أنت تفتكر بابا إزاي على الصعيد الإنساني؟ إحنا كنا سامعين أن هو راجل بيحب المغامرة وراجل حبوب جدا، يحب السفر ويحب الصيد، والناس كلها كانت بتحب قعدته وكده. أنت تفتكر إيه عم بابا عايز تقوله إنسانيا لجمهوره الكبير في مصر والوطن العربي؟ بص هو يعني
مختلف عن الجزء الفني خالص. طبعا طلع الدين كان اب وكان صديق طول عمره، كان بالنسبه لي انا واخويا مش بس اب وصديق، على طول اي حاجه عندي لازم اروح اقولها له، اي مشاكل عندي اي حاجه اي خبر جديد لازم اروح اقوله له على طول. وكان دايما بيشجعني ان انا اي حاجه لازم اروح اقولها له، ما اخبيش عليه اي حاجه. ايوه كان قلب كبير. بالظبط. وكمان كان سامعين ان هو انت طالع له بتحب المغامره زي سامعين ان هو كان مغامر وبيحب السفر وبيحب الطبخ بيحب الصيد، صح المعلومات دي ولا ايه؟ قول لنا كانت ايه هواياته وكان بيحب ايه؟ بص هو كان زي ما انت بتقول هو كان بيحب على طول السفر، كان بيحب الصيد، كان بيحب الطبخ، كان بيحب يطبخ لنفسه وبيطبخ لاصحابه وبيطبخ لينا على طول في البيت. دايما كان بيحب يعمل حاجات مختلفه، كان يعني عنده هو يعني عنده مثلا حاجه كان على طول بيعملها، كان لازم كل شهر يروح اسكندريه يعمل مشاوير بتاعته، يروح يزور والدته. الحاجات دي كلها. كان عنده كمان كتير من الاصدقاء في الوسط الفني، معنى كان الفنان عامر منيب كان قريب منه قوي. تفتكر ايه من قعدات بابا مع فنانين كبار وانا عارف انه ناس كتير قوي كانت بتحبه؟ اكيد هو كان عنده الميزه فيه ان هو كان عنده دايما اصدقاء من كل عشان تجي لنا حلقه بقى تاني ونطلع اللي الناس ما شافتوش واتفرجت عليه. أكيد. على الانترنت الملفات كلها صح. انت فنان كمان، احنا ما يعرفوش ان الفنان انه سيف طلعت زين هو كمان فنان كبير وامتداد للموسيقي طبعا والراحل النجم طلعت زين. انا عارف انت بالدي جي وطبعا وليك اسلوبك الخاص والشباب يحبوك وكده، فانت كمان فنان زي بابا يعني. الحمد لله. يعني المزيكا طول عمري انا بحب المزيكا. أيوة. اكيد طلع تربي في بيتي مزيكا، فقررت ان انا افرسيو الحته دي ان انا اشوف موضوع الدي جي كده. ايوه ولما بتخدش احيانا اغاني طبعا طلعت زين في المكسج وكده تبقى حلوه واحنا كلنا بننبسط، وياما سمعنا طبعا اغاني وانت نفسك لعبت كمان اغاني لطيفه للوالد بميكس جديد لو جاز. ما هو في ميكسات جديده بتتعمل لاغاني، فلما بلاقي حاجه كده لذيذه اكيد طبعا احب ان انا العبها، ببقى مبسوط اكيد انا بلعب حاجه لابويا. ايوه اكيد انت طالع له في حاجات كتير وانا بحب علاقتك بيه ودايما بتكتبه عنده. انا بشكرك شكرا جزيلا انك نورتنا وانا سعيد جدا بوجودك معانا، وبقول بقى الناس اللي عايز كمان يشوف امتداد طلعت زين يخش يتابع سيف طلعت زين على الانستجرام والفيسبوك، هو فنان كمان كبير. فانا بشكرك ان انت كنت معانا وتعيش وتفتكر دايما يا حبيبي. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ سيف طلعت زين نجل طبعا الفنان الراحل الكبير طلعت زين. هنروح لفاصل وبعد الفاصل هنرجع وقصة لعائلة إذاعية من طراز خاص وبرنامج أغرب القضايا، واحد من أهم وأقدم البرامج في تاريخ الإذاعة المصرية بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية، ومين يومين كنت بنحتفل باليوم العالمي للإذاعة، ومصر دولة رائدة في الإذاعة مش بس على مستوى المنطقة والشرق الأوسط ولكن في العالم. وهنا نتوقف عند كمان تاريخ الإذاعة المصرية الحافل بالكنوز والدرر، ومن أحد هذه الكنوز هو برنامج أغرب القضايا، وهو واحد من أهم البرامج اللي اجتمع عليها المصريين طوال عقود، ويمكن من أطول البرامج وأكثرها نجاحا واستمر في العرض لفوق 50 سنة. ولما رجعت الحقيقة أبص في التسجيلات النادرة الموجودة على اليوتيوب والإنترنت ذهلت تماما، لأنه تقريبا برنامج أغرب القضايا واللي كان مهتم ويمكن أول برنامج مهتم بالقضايا والجرائم في مصر والحبكات البوليسية تقريبا شارك فيه كل نجوم الصف الأول في مصر. تحدث عن أسماء كبيرة للغاية، فنانة سميحة أيوب، فنانة أمينة رزق، يحيى شاهين، زوزو نبيل، يعني قامت كل أحمد بدير، عفاف شعيب، كل ما يمكن أن تتخيلوه من النجوم، سواء حسن حسني كمان اشترك في كل الناس تقريبا. وده الحقيقة اللي بيخلينا بمنتهى الفخر نسعد النهاردة بوجود عائلة إذاعية من طراز نادر. أولا بنكرم اسم طبعا العملاق الكبير الإذاعي الكبير عبده دياب، وبنرحب كمان بوجود أبناء وهم أيضا من أبناء الإذاعة المصرية وامتداد كبير
لهذا العملاق. خلونا نرحب بحضراتكم بالأستاذ الدكتور طارق عبده، شريط دكتور طارق دياب، أهلا بحضراتكم. أهلا سهلا بحضرتك. وكمان طبعا بيسعدنا يكون معنا أستاذ عمرو عبده دياب، أيضا من أول من كتب بقى الحلقات بعد رحيل الوالد، صح؟ بالضبط. أهلا وسهلا. فسعداء جدا بوجود حضراتكم، وأنتم أيضا يعني قامات كبيرة في الإذاعة. الدكتور طارق هو كبير المخرجين بالبرنامج العام، والأستاذ عبده أيضا هو كبير المخرجين بإذاعة الشباب والرياضة. أهلا بحضراتكم، نورتونا، وكل سنة وأنتم بألف خير وصحة وسعادة. نورتونا. طيب حضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. سعداء. أهلا بيكم. هبدأ بالأخ الكبير ولا طبعا طبعا كبير طبعا. يعني هذا العملاق عبده دياب، ويمكن الأجيال الجديدة ما لحقتش الإذاعة في أوجهها وعز ظهرها وكده، تقول إيه للجمهور بالذات الشباب عن هذا العملاق الكبير وعن بدايته مع أغرب القضايا؟ هو طبعا العملاق عبده دياب الله يرحمه كان بيلقبوه بهيتشكوك الإذاعة المصرية. وده يعني احنا بنشكر انه ساب لنا كنز من الكنوز الاذاعيه، تراث كبير من اغرب القضايا اللي خلى الناس مشدوده لهذا البرنامج الجميل، نتيجه انه في بيقدم قضيه غريبه وبيكشف عن غموضها في نهايه الحلقه، فده بيثير المستمع جدا وعايز يعرف ايه اللي هيحصل، القضيه الغريبه دي هنكشف غموضها ازاي. فاحنا سعداء بده، واحنا قدرنا نكمل المسيره ونعمل حلقات جديده بشكل عصري، نحافظ طبعا على الاطار العام بتاع الحلقات اللي هي القضيه القضيه الغريبه اللي موجوده، ونبدا نضيف بقى حاجات عصريه بتتبع الموبايل والفلاشه والكمبيوتر، وازاي نكشف المجرم عن طريق تتبع الموبايل، وبدانا نعمل تحديث. الحبكات تغيرت بقى، الحبكات تغيرت. بالظبط. ما كانش في موبايل زمان ممكن يكشف الجريمه، دلوقتي ممكن يكشفها واتساب او كده. بالظبط. صح. طيب حضرتك كمان يعني عصرت الوالد كتير في طبعا اثناء عمله، وكتبت كمان في اواخر ايامه حلقات مهم، كنت بتجيبوا منين هذه القضايا؟ لانه كمان انتم ما اقتصرتوش، يعني احنا بنعرض بقى صور جميله اللي طبعا العملاق عبده دياب، كنت بتجيبوا منين هذه الجرائم ده؟ بعدها انا ما سمعت كنت بتجيبوا جرائم كمان اجنبيه. بالظبط كده. يعني هو ازاي كنت بتجيبه منين بقى في عصر فيهوش انترنت ولا كده؟ الموضوع صعب قوي الحقيقه. لا بالعكس، هو ما كانش صعب ولا حاجه، لان هو الوالد الله يرحمه الاستاذ عبده دياب كان ليه اصدقاء، زي مثلا المستشار الاستاذ بهاء الدين ابو شكر. فطبعا محامي جنايات كبير، وكان بيقعد يديله القضايا الغريبه. وبعدين من خلال الاحداث والمجلات العالميه والقضايا اللي حصلت. ده حضرتك في الاذاعه صح؟ بالظبط. ماشي. وطبعا الجرائم الحقيقيه حتى اللي حصلت في فرنسا، في المانيا، في انجلترا، كان بيجيب القضيه ويمصرها. ايوه. فهو طبعا كان في ما كانش في انترنت. أيوة. زي حلقه امينه رزق اختطاف بول. بالظبط. سمعت الحلقه دي شدت لي. دي حقيقه. فطبعا هو كان بيعتمد على حاجتين، هو كان حابب للاذاعه وعاشق للبرنامج. هي فكرته. واقول لك بقى اول حلقه كان جايبها ازاي وجات له الفكره. دي مهمه جدا. بقى. لان هي كانت حلقه هو عرض البرنامج اول مره كان سنه كام؟ كان حاجه و60 يعني 63 64 واستمر على مدار 50 سنه، استمر عامل 750 حلقه. يا في برنامج اطول من كده؟ ما اعتقدش ان برنامج كمان تاريخ من 50 يعني سنة. عملت له برنامج كمان نص ساعه عبده دياب تاريخ من العطاء الفني. قدمت فيه طبعا القضايا الغريبه اللي عملها، الحاجات الكوميديه اللي قدمها، لانه هو تاريخ فعلا، تاريخ من العطاء الفني. يعني على مدار 650 حلقه حاطين صور هم على عمالقه مختلفه. بالظبط عمالقه يعني من بولت ناس كتير قوي. فكان اول حلقه دي كانت غريبه شويه، ان هو واحد، هو الحلقه دي كانت مضايقه قوي، هو هي جات له الفكره من هنا، يعني انه واحد اعدم قضيه وقتل وحصلت في فرنسا وهو اعدم. فطبعا لما جم بيشوفوا لقوا والدته بتكشف ان هو مظلوم، واستطاعت ان هي تكشف ان هو بريء من التهمه دي. فطبعا هو اتضايق من الموضوع ده، الله طب الراجل ده اعدم كده ظلم. طبعا هو قدمها في الاذاعه المصريه ومصرها بقى، وهو قال بقى ايه حل العقده دي ازاي في الحبكه، انه الولد ده ارتكب جريمه قبل الجريمه اللي اعدم فيها دي، فاللي هو خد جزاءه برضه.
الله كده يعني. مين عمل اول حلقه بالنجوم؟ كان عبد الله غيث. الله فنان عبد الله غيث بقى جبار. كان زوزو نبيل. يا سلام. كان زوزو نبيل. بعد كده بقى توالد جايمة مختار. عفاف شعيب اكتشفها وهي طفلة. والله على فكرة. زائد انه كمان كان بيجيب يعني دايما يعني فكر الجو ده كان دايما يجيب الجرايد ياخد قصاصات القضايا الغريبة ويقطعها والمجلات برضو الحاجات الغريبة ويبدأ بقى أنا وعمر مثلا يجي يقول لنا طب إحنا مثلا القضية الغريبة دي كذا عايزين بقى نحبكها يا عمر عايزين نحبكها يا طارق في الحتة دي في الجزئية دي فنبدأ نفكر مع أيوة برافو عليك يا طارق برافو عليك يا عمر يعني جو أسري جميل خف الدم إزاي إحنا نشارك معاه عشان نتعلم برضو منه بس ساعات كان بيطردنا بره البيت يقول لك إيه الأفضل أنا سمعت إن هو أنا سمعت إنه ما كانش عايزك تكمل الكتابة أو تكمل عمل في إذاعة لا هو صعب جدا في انه هو درس دراما كويس قوي خريج معهد العالي للفنون المسرحيه طبعا فهو اي حد اي تلامذته كلهم حتى كان بيدرس في الكليات انه لازم يكون على مستوى عالي من التاليف فاهم دراما كويس جدا فاهم ازاي الحبكه والشخصيات وابعاد الشخصيات فانا عشان ابنه ما فيش بقى حاجه اسمها ابنه واب والكلام ده هو كان يهمه قوي اكتب اللي بيني وبينك نص فانا كتبت اول حلقه قال لي لا 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 ما تكتبش فتحدي بقى واحتكاتب وطبعا استغلت هو كان في المستشفى وكان قلقان ومتضايق طب البرنامج والناس مستنياه وما كانش فيه الا قناه اولى القناه الاولى والثانيه والثالثه بس ما ظهرت فالاذاعه كانت مهمه جدا جدا يعني الناس كلها بتسمع وبرنامج بوليسي ودراما فكتبت له حلقتين ووريتهم له في المستشفى انبهر طبعا كان شهاده تقدير بالنسبه لي طبعا قويه جدا وفي حاجه هنا تانية برضو ان هو من تواضع الوالد الجميل احنا عايزين بس لو زمايلي يجهزوا لنا بقى حته من الحلقات القديمه وننعش الذاكره كده اتفضل من تواضع الوالد كمان جميل قوي في احد كتب اللي الفها الف كتب كتير انه بيقول ان انا اتعلمت من طلبه كليه الاعلام من طلبه الكليه اللي كان بيدرس لهم ده حاجه جميله جدا ان هو في تواضع بالنسبه له في روح معينه بالنسبه للجميل جدا العمالقه الحقيقه كان مختلف حتى في اخلاقه وطبيعه العمل وكان ليه مقوله كمان جميله بيقول انا عندي اربع عمارات شيقه فما سالوه ايه العمارات الشيقه دي قال اولادي الاربعه حضرتك المهندسه وهشام العقيد المهندس وعمرو وطارق من التحيه استاذ هشام استاذ امل طب ممكن نسمع حته من بقى البرنامج قديما ننعش الذاكره كده مع حضراتكم ممكن طيب انتوا لسه بتعرضوا الصور اوكي طيب عمال ما يجهزوا لنا حاجه انا كنت عايز كمان اروح لنقطه لطيفه جدا واحنا كمان معانا البرومو لو ممكن نعرضه ازاي بقى كان الناس بتستقبل الـ طبعا الحلقات عن جرائم غامضه واحيانا جرائم صعبه جدا مره كانت جريمه بنت قتلت ابوها وكانت حتى كتب قضيه الساعه ازاي بقى يعني الناس كانت بتستقبل ايه وهل فعلا كانوا بيتجمعوا يوم الثلاث كده ويسمعوا القضيه وكده يعني الناس كانت بتتعامل ازاي هو سحر الراديو الجميل في الخيال فده اللي بيشد المستمع قوي انه يتخيل ازاي الحدث ده موجود ازاي يتخيل الشخصيه دي وهي بتتصرف في التصرف ده بيتخيل المكان بيتخيل الزمان بيتخيل المؤثر اللي بيحطه المخرج نفسه برضه الوالد الله يرحمه عبده دياب بنحطه دلوقتي موج البحر ان هو عايش في 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 البحر نفسه او في سوق او في حاره شعبيه كل ده جميل بالنسبه للمستمع انه بيتجسد قدامه وبيتخيل الاحداث بيتخيل المكان بيتخيل الشخصيات كمان القضية الغريبة بتعمل له عملية تشويق ومتعة فبيفضل مشدود عشان يعرف القضية دي هيكشف غموضها ازاي في النهاية هذا البرنامج نجح نتيجة التشويق والمتعة اللي موجودة في القضية الغريبة نتيجة الخيال اللي موجود في سحر الإذاعة اللي هو المستمع بيندمج في عايز يعرف ان هو بيعيش في نفس المكان ونفس الاحداث والشخصيات في قضايا الناس صدمت منها او عملت جلبه او تناولها بقى الراي العام يعني في لانه في قضايا كانت معقده جدا وحبكات بوليسيه نادره وكده الحقيقه هو المرحوم عبده دياب فعلا كان مقدم مثلا قضيتين دول عملوا قلق في المستمعين جدا جدا منهم قضيه اللي هي بتاعت القنبله كان طبعا في وقتها ما كانش فيه فكره انه ودي قضيه كانت حصلت في انجلترا واقعيه حقيقيه
ان هم ربطوا عصابه, ربطوا قنبله على صدر الدكتور عشان ياخدوا منه فلوس, ومفروض يجيب لهم الفلوس. فطبعا الاحاسيس والدراما لما تنقل المشاعر دي انه رايح بيت الدكتور وهو على صدره فيه قنبله, ما ينفعش حتى يعرق, ما ينفعش. ودي قصه حقيقيه, قصه حقيقيه. yeah. فدي قلبت الدنيا, لانه ما كانش عندنا في مصر خالص موضوع ان ازاي قنبله, وما كانش الناس ليها مفهوم انه ازاي تحط قنبله وازاي بيصنعوها اصلا, وما كانش عندنا الحاجات دي يعني. فطبعا ايه, راح البيت لمراته واولاده, هو خايف عليهم ان ممكن القنبله تنفجر بيهم كلهم. فضحى بنفسه, خد الفلوس من البيت وراح في صحراء وكلم العصابه, قال لهم انا, هم طبعا مراقبينه ساعتها يعني, ان انا موجود اهو هنا يعني, تعالوا خدوا الفلوس. طبعا هو كانت مراته, وده برضو قيمه من القيم الجميله اللي هو الوفاء الزوجه, انه لما حست ان في خطر ابتدت تبلغ البوليس من غير ما العصابه تاخد بالها لحد ما قبضوا على العصابه. دي قضيه. في قضيه تانية اللي قضية تانية في قضيه تانية بقى اللي هي كان مكتوب كده قضيه الساعه. تفتكر ايه كانت قضيه الساعه؟ انا فاكر من القضايا الغريبه قوي اللي قدمها المرحوم الله يرحمه عبده دياب, اللي هو كان توأم ملتصقين عند الكبد واحد والتصقين عند الصدر, جم عشان يعملوا عمليه فقالوا لا مش هنعمل عمليه ونعيش زي ما مع بعض كده. فبداوا يحبوا, هم طبعا يحبوا بعض, الاخوات وبتاع, عاشوا مع بعض وكبروا, وده اتجوز وده خلف وده الاثنين خلفوا, واحد منهم مات. فمنتهى المشاعر الانسانيه بقى للوالد هنا وفي القضيه دي, انه قعد يعيط ويبكي على 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 اخوه. طب ما تيجي ننفصل؟ قالوا لا انا مش هنفصل, لان انا عشت معاه اجمل سنين عمري. والدكتور قال لهم لو كنت انفصلته لانهم كبد واحد كان انتوا الاثنين كنت هتموتوا. فبرضه هنا دايما القضيه وان تجذب الناس عن طريق القيم اللي هي الحلوه, قيمه المشاعر الانسانيه, حب من الاخوات, القيم المختلفه في القضايا المختلفه زي الانتماء للوطن, الايمان بالله, الحب, الصداقه, كل دي قيم بتجذب المستمع وبتشوقه انه يسمع. ما كانش مجرد عرض درامي, لكن عرض درامي تخرج منه بفكره او بحدوته او كده. احنا عدينا برضه قضايا من حاجات غريبه. مثلا واحد ركب تاكسي ومع سواق تاكسي كان عاملها احمد سلامه سواق التاكسي, وقال له خد المسدس ده اقتلني. انا عايز اتخلص من حياتي. وده حصلت حقيقه؟ وبعدين قعد يشغله وبتاع بيضرب المسدس, فقال له خد منه المسدس, فقال له انت في شنك, وجاب له مسدس تاني فرماه. المهم ايه, ضحك عليه وخد منه العربيه, وبعدين كده رجعها له, وبعدين خطف ابنه, وبدا يهزه نفسيا عشان غرض معين في نفسه, انه في رجل اعمال ان هو بيحاولوا ان هم بيوصل حد ببودي جاردات وكده, فهم عايزين هذا الرجل يوم الجمعه هو بيوصلوه, فهم عايزين يهزوا ويهزوه نفسيا. في قضيه تانية غريبه, وهي عصابه بيراقبوها وعارفين ان هم البنت ووالدتها, وهيروحوا يسافروا حته معينه, استنوهم لغايه ما راحوا القهوه, رجعوا من السفر, قال لا عمتك مات, عمتك ماتت, فنرجع. فبدات تطلع في الدور الفوق الفوقاني, كنا عاملين عمر كان كاتبها, العصابه فتحت بتحسبهم مشوا بقى, فنزلت تحت. وبعدين ايه, سمعوا العصابه تحت, طب هنعمل ايه؟ فبداوا يمسكوا الموبايل, طب الموبايل ما فصل شحن, فبداوا يستخبوا تحت الدولاب وتحت السرير, ومشاعر السرير خوف جدا غريبه, لغايه ما حصل التقابل ما بين البنت ومامتها والعصابه. الازمه بقى تخلصت عن طريق انه عن طريق الموبايل, ووصلت لها لزميلتها, زميلتها جابت الكلب, جابت الكلب ودخلوا الفيلا وقدروا يقدروا يمسكوا العصابه. دلوقتي بقى برضو القصص اختلفت عن زمان, صح؟ الجريمه كلها اختلفت, اختلفت خالص. عندنا كمان طب لما بنلاحظ كده تحس انه زمان الجريمه كانت يعني في انطباع كده ان كل ما بتتقدم التكنولوجيا والحياه الانسانيه والحضاره الانسانيه بتبقى الجرائم اصعب واعقد, بتبقى مختلفه. بس احنا بناخد يعني, اولا طبعا الوالد معلمنا انه مش هنعمل ولا حلقه الا اذا كان فيها قيمه. خلي بالك من مفاتيحك, خلي بالك المفاتيح اللي بتديها, مدينه المفاتيح اللي بتديها لل يعني نصائح كمان عشان ما تقعش, صح؟ لازم تفتحش الباب لغريب, مش عارف يعني حاليا دلوقتي مثلا الجرائم المنتشر قوي انه اعرف رقم حسابك عن طريق ما اعرفش اكلمك اخدعك اقول لك اديني رقم وناس البنك. كتير جدا ومثقفين بيقع فيها طبعا, فاحنا بنقدمه بقى الحاجات دي, بنقدم كل حاجه.
طب ما تيجي نشوف البرومو كده، نشوف البرومو برضو، نتخيل مع حضراتكم ونعيش اجواء عظمه الاذاعه المصريه وتطويرها بقى، تطويرها والاجيال الجديده بتقدمها ازاي. نشوف مع حضراتكم برومو. ولسه محافظين على يوم التلات برضه. لسه محافظين على يوم التلات، بس هو اتغير الميعاد من 9:30 ل 12:30 بالليل. وعايز اقول لك نسبه استماع الحمد لله يعني فضل ونعمه بشكل جميل قوي يعني. لانه الناس في محافظات مصر كلها بتسمع الاذاعه، ولحد دلوقتي الناس بتسمع البرنامج بجد. فطبعا احنا يعني شرف لينا ومسؤوليه ان احنا فعلا زي ما قلت لحضرتك ان احنا القيمه لازم في الاخر. خلي بالك من ولادك، خلي بالك من زوجتك. ما ينفعش ان انا انزل على الفيسبوك ان انا رايح المصيف ونشر ان انا يعني بقول لضعاف النفوس تعالى اسرق الشقه. يعني مفيش مشكله، تعالى افتح الشقه، ده انت كمان ممكن تقعد، يعني ممكن تقعد وتاكل وبتاع وتسرقها وتمشي كده. طيب احنا شفنا عمالقه كبار، طبعا اللي عايز يستمع يرجع اليوتيوب ويكتب برنامج اغرب القضايا، هيلاقي حلقات كتير قديمه ترجع وتنعش الذاكره. نجوم كبار وفتح الوطن العربي وفتح السينما المصريه، استمر ده معاكم؟ في نجوم بقى جداد بيشاركوا احيانا وكده؟ في فنان احمد سلامه ولقاء سويدان معانا، وفنانين تانيين مختلفين طبعا كتير. في عندنا اللي هو كان عامل برنامج اللي هو رمزي، اللي هو عمرو رمزي، بتاع المقالب، بتاع الحلم بينهم. واستعنا برضو من ممثلين من الاذاعه معتمدين في الاذاعه، مثلا حسن يوسف مع فوز المليجي، نجاح حسن، هنس، يعني ناس معتمدين اذاعيا، وعادل سمير توفيق، يعني وعصام مصطفى، كلهم اسماء معتمدين في الاذاعه ومثلوا بقى ليهم باع في طويل، وناس تانية كتير يعني. طيب تراث بقى الراحل الكبير عبدو دياب، فين الناس تتفرج عليه وتلاقيه، وايه اللي معاكوا لسه مخفي ما ظهرش؟ والله احنا عندنا 750 حلقه. 750 حلقه. ف 750 حلقه دول هم للاسف موجودين على شرايط كاسيت بالنسبه لمكتبه الاستاذ عبدو دياب. لكن في الاذاعه المصريه موجودين في مكتبه الاذاعه المصريه. طب ما تحولوا الكاسيت لبقى السيديز. احنا بنعمل كده فعلا وبننزل بعض الحلقات، واصلا الاذاعه بتنزلها، يعني بتنزل الحلقات الوالد بتنزلها على الاذاعه من وقت للتاني، يعني بتنزل الحلقات الاساسيه اللي هو اللي كان عاملها. لكن طبعا عشان الجريمه اختلفت فمش كل الحلقات ممكن تتناسب مع العصر، لانه احنا المواضيع اختلفت. يعني حته انه كمان وجود مثلا الكاميرات في كل المحلات والحكومه المصريه بتاكد على ده مهم جدا، لانه حد من الجريمه. ففي حاجات مهمه، كان مثلا الحبكه زمان عشان انا وانا بكتب ان الاقي مثلا الدليل ان ده قتل، فزمان كان ممكن يبقى الخاتم بتاعه انه وقع في الجنينه. احنا هنا ما ينفعش نعمل كده، والا الناس يعني احنا بنتحدى انا وطارق ان احنا البرنامج ده نص ساعه كامله، في ظل الحاجات اللي بتجيلنا كتير قوي بنتفرج عليها على السوشيال ميديا، ان احنا النص ساعه انا اتحدى انك هتسمعها كلها. جميل جدا. وكمان في جرائم بقى معقده للغايه الايام دي. بالظبط طبعا. فطبعا يعني احنا سعداء جدا بوجودكم معانا النهارده، ويعني عائله عبدو دياب هي عائله اذاعيه بامتياز، سواء كان الاب طبعا العملاق او حضراتكم طبعا بتراثكم الكبير ومساهماتكم المختلفه وايضا بقيادتكم في اماكن طبعا عملكم. فبنقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. ورب الاذاعه تفضل مستمره دائما بيكم كنجوم، واليوم تاثير وقوه وحضور كبير. بشكركم مره ثانيه الدكتور طارق دياب والاستاذ عبدو والاستاذ ايضا عمرو عبدو دياب، وطبعا في الصداره واولا العملاق عبدو دياب نوجه له كل التحيه وندعي له يا رب يكون في مكان افضل كثيرا. فشكرا جزيلا، نورتونا. شكرا. شكرا. وهنروح مع حضراتكم لفاصل، وبعد الفاصل هنروح لدبي وزميلتنا العزيزه هبه جلال في لقاء مع الدكتور محمود محيي الدين من القمه العالميه للحكومات بعد الفاصل. وانا اقول لكم شكرا، والقاكم بكره او مش بكره بقى الاسبوع القادم على الف خير وصحه وسعاده وحلقه جديده من 90 دقيقه.
الصحفية وأحد المعنيين بهذا الملف، بالإضافة طبعا إلى خبرته الاقتصادية الكبيرة. لذلك يعني الحديث بيني وبينه يتراوح ما بين المناخ إلى الاقتصاد والقامة الكبيرة طبعا اللي بنشرف بيه ونشرف بمشاركته هنا في مصر، وبنشرف دوما يعني إسهاماته في أي منصب يتولاه. دكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا وسهلا دكتور محمود. هذه القمة تناقش قضايا كثيرة، احنا شايفين النهارده جلسات بتركز على التغير المناخي، جلسات تركز على الطاقة، جلسات أخرى تركز على الحرب الروسية الأوكرانية، جلسات معنية بالقضايا الثقافية. حضرتك شايف يعني إيه هي أول وأهم وأبرز العناوين أو أكثر القضايا الحيحة لو كنا بنتكلم عن فقه الأولويات؟ هو كيفية التعامل مع الأزمات، لأنه يعني بالكلام اللي حضرتك ذكرتيه من شوية، إنه وجود الأزمات والصدمات سواء للاقتصاد أو المجتمع أصبح يعني شيء متكرر، ولا أرجو ولا آمل أبدا أن يكون هناك تعود عليه، ولكن التحوط ضد هذه الأزمات سواء كانت أزمات صحية زي ما شفنا في حالة كورونا أو أزمات سياسية وعسكرية بتداعيات سلبية على حياة الناس ليس فقط المضارين منها والضحايا في حالة مثلا الحرب الدائرة في أوكرانيا، ولكن أيضا عموم الناس الذين شهدوا زيادات كبيرة في أسعار السلع الغذائية اللي تأثرت من حركة التدفقات المالية لبلدانهم، اللي تعرضوا لمشكلات أيضا في المديونية الخارجية. بنجد أنه التعامل مع هذه الأزمات بأبعادها المختلفة والتي تأتي أيضا على شكل متوازن وشكل متعدد، يعني في المنتدى الاقتصادي العالمي بيتكلموا عن الأزمات المتعددة البولي كرايسيس في المملكة المتحدة والدول الناطقة باللغة الإنجليزية، قالوا أن أكثر كلمة كانت منتشرة العام الماضي ما أطلقوا عليه بيرما كرايسيس، يعني الأزمة الممتدة. ولكن أيضا هناك مربكات كثيرة يجب التحوط ضدها، يعني في بعض الأزمات تأتي طارئة، ولكن هناك أيضا وأشير له في جلسات كثيرة في المؤتمر أنه ليس فقط الأزمات الصحية والمشاكل الخاصة بالمديونيات أو بتغيرات المناخ، ولكن أيضا بعض الأشياء التي تكون في ظاهرها وفي مضمونها أيضا جيد زي المستحدثات والمستجدات التكنولوجية، إذا لم تتحسبي لها بشكل جيد بمهارة العاملين بمرونة سوق العمل بالاستثمارات الكافية في البنية الأساسية التكنولوجية، هنجد أن هناك مشاكل، لأنه قد تفوت عليك الفرصة في الاستفادة من هذه المستجدات التكنولوجية وقد يكون هناك تأثيرات سلبية لها. بما أنه حضرتك ذكرت مصطلح مهم وهو التحسب، قد إيه نقدر نقول النهاردة أنه الاستعداد اللي بتقوم به الإمارات حاليا لتنظيم النسخة القادمة من مؤتمر الأطراف للعمل المناخي كوب 28، قد إيه نقدر نقول أنه هو يعني يبني على نتائج كوب 27 أو يعني ينطلق من حيث انتهى الكوب 27؟ يعني الكلمات المهمة الصادرة من المسؤولين عن الإعداد لقمة 28، يعني تذكر الكلمة المهمة اللي قالها معالي وزير الخارجية في دولة الإمارات سمو الشيخ عبد الله بن زايد، إنه قال إن احنا بنبني على ما قامت به مصر من نجاح. هذا كان في أول اجتماع للجنة الوطنية المكلفة بالإعداد لقمة المناخ هنا في دولة الإمارات. الحديث المهم اللي ذكره اليوم وأيضا أمس الدكتور سلطان الجابر الرئيس المكلف لرئاسة القمة القادمة وبتنسيقه مع معالي وزير الخارجية المصري السيد الوزير سامح شكري، إنه هناك تنسيق عالي بين الرئاستين حتى تخرج القمة 28 بالشكل المطلوب، لأنها مكلفة بمتابعة عدد من التوصيات المهمة الخارجة عن قمة شرم الشيخ، منها مثلا صندوق الخسائر والأضرار، وأنه على ما نجتمع إن شاء الله هنا في نوفمبر المقبل يجب أن يكون هذا الصندوق مكتمل الأركان، محدد الوظائف، محدد لمصادر التمويل وجهات توجيه هذا التمويل أيضا.
هناك أيضا هذه الأجندة المهمة لشرم الشيخ للتكيف أو ما يعرف بأجندة شرم الشيخ للتكيف مع التغيرات المناخية بمجالات عملها المهمة في الغذاء، في إدارة المياه، في الزراعة، في أيضا تعامل مع المدن والمستوطنات البشرية والسكنية. هذا أيضا شيء في نوع من أنواع التواصل بين مخرجات قمة شرم الشيخ وأيضا ما سوف يجري هنا أيضا في دولة الإمارات. لكن في ثلاث أبعاد مهمة لنجاح هذه القمة المرتقبة. أولها ما يرتبط بالتمويل والاستثمار، إن سواء كنا بنحاول نخفف الانبعاثات الضارة أو نتعامل مع التكيف أو صندوق للأضرار أو الخسائر والأضرار، كلها محتاجة إلى تمويل، تمويل ضخم. الأمر الآخر إن هناك تداعيات سلبية على البنية الأساسية محتاجين إن احنا نشتغل عليها بشكل جيد، محتاجة تمويل، محتاجة استثمار أيضا في تهيئة البشر ومجتمعاتهم للتعامل مع تغيرات المناخ. للأسف لأن لسنا على الطريق السليم للوصول لمستهدفات اتفاق باريس اللي حضرتك أشرت إليه، ومحتاجين نحن نشتغل أكتر بهذا الشكل، لكن محتاجين نتكيف مع تغيرات المناخ حتى تخفض الانبعاثات بمقدار النصف من الآن حتى 2030. هناك أيضا أهمية كبيرة لدور البحث والتطوير والتكنولوجيا، ده محتاج تعاون دولي ضخم وأيضا تمويل واستثمارات ضخمة. لكن كل هذا يحتاج المكون الثالث، يبقى الأول التمويل والثاني التكنولوجيا والثالث هو الأهم منهم، هي وجود هذه الإرادة السياسية على مستوى الحكومات والدول. أيضا هناك أهمية كبرى أيضا القيادات على المستوى المحلي، يمكن واحدة من أهم الأمور التي ترتب عليها الوضع في تجهيز لقمة شرم الشيخ هو الاهتمام ببعد توطين العمل المناخي ومشاركة المحافظات والجهات المحلية. فأيضا القيادات المحلية ليست فقط قيادات الدول والحكومات، ولكن أيضا القيادات المحلية، قيادات قطاع الأعمال. دي هي التوليفة الكبرى اللي مطلوبة من القمة القادمة، ونتصور ان هم يعني هنا في دولة الإمارات جاهزين لهذا العمل. وحضرتك بتتكلم عن مسألة يعني التكيف والخسائر والأضرار، والجزء الكبير من العمل اللي قامت به مصر في كوب 27، ما نقدرش برضو غير ان احنا نتكلم عن التعهدات التي لم تنفذ حتى ما قبل كوب 27، لذلك مصر سمت هذه القمة بقمة التنفيذ. قد ايه هنا في ارتباط ما بين محور التمويل ومحور التعهدات والإرادة السياسية اللي حضرتك اتكلمت عنها؟ وتصور من يعني بهذه الزاوية، يعني كان هناك اختيار صائب لعنوان قمة شرم الشيخ بأنها تكون قمة التنفيذ وليس التعهدات الجديدة، ونحن نفتح مباراة جديدة ومزادات جديدة لتعهدات ووعود لا تلبى، فكان التركيز أكثر على موضوع التعهدات. موضوع الإرادة السياسية أيضا مرتبط بهذا الالتزام الذي عقدته على نفسها دول متقدمة من أيام كوبنهاجن، يعني من سنة 2009 مش 2015، بالمئة مليار دولار الشهيرة. من أصل 23 دولة، سبع دول فقط هي التي تلبي تعهداتها وتوفي بها سنويا من الدول المتقدمة، والباقي بعضها يلبي أقل من 10 أو حتى 5%. وهذا الأمر لا يجب أن يستمر، لأنه 100 مليار الموعودة كان يمكن شكلها مهم سنة 2009، لكن تبين أن الاحتياجات هي بالتريليونات وليس بالمليارات. يعني الحد الأدنى للاحتياج السنوي للدول النامية فقط من غير الصين وفقا لدراسة كلفت بها الرئاسة المصرية ورئاسة المملكة المتحدة، تكلم عن تريليون دولار سنويا من الآن حتى 2025، يزداد هذا الرقم ل 2.4 تريليون حتى 2030. يبقى 100 مليار هنا عبارة عن يعني نقطة، يعني مش هقول في محيط ولكن في بحر. ما اقدرش حضرتك تكون معايا وما نتكلمش عن الاقتصاد، وحضرتك صاحب الباع الطويل وتقلدت الكثير من المناصب الاقتصادية وعندك خبرة يعني يعتد بها كثيرا في المجال ده. النهاردة برضو من ضمن الحاجات المطروحة في القمة انه مراكز الثقة الاقتصادي على وشك ان تتحول وتتغير، هل ده امر مقلق؟ ولا اللي مقلق أكتر هو فكرة إمكانيات التعافي الاقتصادي والمخاوف من عدم التعافي الاقتصادي؟ لا، هو يعني أنا بعتبر مسألة التغير مركز الجاذبية الاقتصادية من الأمور التي نشاهدها، وأن العالم يتحول شرقاً،
الثقل الاقتصادي بيتحول إلى الصين وما جاورها من بلدان والهند. يعني المنطقة اللي هي شرق البحر الأحمر هي التي تشهد هذا النمو الكبير في الاقتصاد، في حركة التجارة الدولية، في الاستثمار. الصين والهند باعتبارهم دول في مجموعة 20، حضرتك ممكن تضيف لهم اندونيسيا، تضيف لهم من قبل كوريا واليابان أيضا في هذا الجانب من العالم، فيتنام هذا القادم الكبير وبقوة، الفلبين، يعني حتى دول لم تكن على خريطة الزيادة في النمو والاستثمار والتصدير أصابتها العدوى الحميدة لزيادة الاستثمار وزيادة المهارات وزيادة التنافسية. يعني تجدي ده كله بيدور حول فلك دول مجموعة الأسيان اللي بتضم عدد كبير جدا من هذه الدول عالية النمو. دورك هنا في مصر وبهذا المركز المتميز الوسيط في العالم، انه زي ما هناك اهميه لموانينا في البحر المتوسط التي تربطنا بالشمال، هناك ايضا اهتمام بالعمل الكبير المطلوب في الاستثمار في مواني البحر الاحمر، في زياده قدرتنا اللوجستيه للتعاون بين الشرق والغرب، لزياده حركه التجاره والاستثمار مع دول الشرق، بالتعلم اللغات والثقافات زي ما تعلمنا لغة الأوروبيين ومن بعدهم الأمريكان. واللغة هنا ليس فقط اللغة المنطوقة ولكن الثقافة العامة ولغة الحوار ولغة الأعمال والاقتصاد. أنا أتصور أنه هيبقى فيه يعني دور كبير جدا لهذا التنوع الاقتصادي المطلوب في التجارة في الاستثمار، وأيضا في اكتساب المهارات لحركة العمالة، لأن محتاجين ندرب ناس بمهارات جديدة في هذه البلدان. الحديث عن انتهاء العولمة غير موفق ولا يدرك حقيقة الوضع، هو الأمر فقط هو تغير مراكز القوى الاقتصادية تجارة واستثمارا وثقلا حتى في مجال التكنولوجيا والبحث والتطوير. إذا كانت البوصلة بتتجه نحو الشرق، هل احنا النهاردة عندنا الإمكانيات والبنية التحتية وعندنا الأدوات والآليات لاستثمار التوجه دوت والبناء عليه واستغلاله لصالحنا أو توظيفه لصالحنا خصوصا في مصر؟ عندنا يعني ما أنفق وبقوة هو عليه البنية الأساسية في الفترة الماضية بتدعيم قدرتنا في التواصل الخارجي والنقل والانتقال والمواصلات إلى غير ذلك. هناك أيضا المهارات البشرية المطلوبة والتعود على هذا الوضع الاقتصادي العالمي الجديد الذي سوف يصبح متعدد الأقطاب. عندما أقول أن العالم يتجه شرقا، هذا ما مش معناه أنه دول الغرب سوف تكون في قاع العالم، لا، هتبقى قوة اقتصادية. طيب هل الفكرة دي مبالغ في تقديرها، فكرة أنه يعني تحول الأقطاب واختلاف الأقطاب في العالم بشكل كامل، هل دي فكرة حقيقية وقائمة وبتحصل ولا مبالغ في تقديرها بعض الشيء؟ لا، هو احنا بنتحول صراحة منذ الأزمة المالية العالمية إلى ما يمكن توصيفه بأنه عالم متعدد الأقطاب، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذه الأقطاب المتعددة. وأيضا لا يمكن أبدا يعني إغفال ثاني أكبر اقتصاد في العالم اليوم والأكبر تجارة وهو الصين، والقادم بقوة، وحضرتك يمكن المتابعة الكبيرة الآن للهند ليس فقط بحكم أنها بتستضيف قمة 20 التي دعت بالمناسبة مصر كضيف مشارك فيها، ولكن أيضا بما وجدناه من الإعداد والتحضير للزيارة الرئاسية التي تمت منذ أيام، ومصر كانت ضيف شرف مظبوط للاحتفال بالعيد الوطني أو العيد القومي للهند. وبالمناسبة تم إلقاء الضوء وعن حق لهذه التطورات المهمة في الاقتصاد الهندي اللي هيكون هو الأكبر في عدد سكانه حتى يتجاوز بذلك عدد سكان الصين. هناك استثمارات ضخمة بتتم في التكنولوجيا المتقدمة. يعني كنت في جلسة حوار منذ قليل عن التنافس في مجال التكنولوجيا الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وأهم مكوناتها حضرتك عارفة موضوع الاستثمار في البطاريات. في تكنولوجيا متبنى في الهند الآن مبنية على الحلول الكيماوية، وأن هم متقدمين في الصناعات الكيماوية المتطورة، زي ما هناك تكنولوجيا قائمة مبنية على الاستثمار والتطوير
في باستخدام المعادن النادرة، لكن الهند بتقدم هذه التكنولوجيا الجديدة التي مطلوب منا ان احنا هنا نتشارك فيها في مجالات البحث، في مجالات التعليم، في مجالات البحوث المشتركة، التصنيع المشترك. هذه فرصة كبيرة مع الهند، مع الصين، مع باقي البلدان، ولا نغفل علاقتنا الجيدة والمتميزة مع دول أوروبا والولايات المتحدة. ده تميز مصر، ده علاقة متميزة مع سائر دول العالم، ينبغي أن تتحول إلى فرص جيدة للتصنيع، للتصدير وللاستثمار. حضرتك أخذتني في اتجاه مثير جدا للاهتمام، لأنه هل الهند هي الصين القادمة؟ يعني هو شوفي، بالنسبة للتقسيم الدولي أنا أتذكر في عام 2005-2006، من زمن يعني، دخلنا على ما يقترب من 20 سنة، أنه الهند تبقى نمرة 2 في الاقتصاد العالمي قبل عام 2050. هذا مسألة قدرتها في شكل سيناريوهات بديلة عدد من مراكز البحث الأوروبية، وكان ده واحدة من مسوغات التحفيز للتعاون في إطار الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي كله على بعضه حتى يعني قبل خروج المملكة المتحدة منه كان بالكثير هيبقى نمرة 5 في هذا العالم. نمرة 1 هي الصين، نمرة 2 الهند، منافسة بذلك الولايات المتحدة، إما هي تكون نمرة 2 أو نمرة 3، فيبقى دول الثلاثة. اليابان بافتراضات معينة لنموها مع الاتحاد الأوروبي، وده لا ينفي أن هناك مفاجآت بتحدث بالاستثمارات الضخمة والوثبات في الإنتاجية بنجدها في عدد من البلدان زي اللي أشرنا ليها من شوية، زي إندونيسيا على سبيل المثال، وهي دولة كبيرة العدد وتهتم بالاستثمار والتصنيع والتصدير. في نهاية اللقاء أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا عبر شاشة المحور برنامج 90 دقيقة، دكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، شكرا لحضرتك.